السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من استاد المحور وحلقة أسبوعية من خلالها بيكون حصاد الأسبوع. طبعا كل أهداف الأسبوع الثاني من الدوري العام، مان أوف ذا ماتش لكل مباراة، كمان اختيار فريق الأسبوع، أفضل الأهداف، كمان أفضل التصديات من حراس المرمى، ويعني وأفضل المباريات وأفضل مدير فني هذا الأسبوع. معايا ومعاكم طبعا نجوم تحليل استاد المحور ونجوم مصر اللي يعني بسم الله ما شاء الله. نبتدي على يميني كده الكابتن الكبير كابتن خالد غضالة، واحد من نجوم النادي الأهلي ومن نجوم كرة القدم المصرية في فترة السبعينات والثمانينات. كابتن خالد مساء الخير. مساء الخير يا خالد، ومساء الخير على الكباتن كلهم حبيبي. طبعا كابتني وأستاذنا كلنا واللعيب القدير والمدرب أيضا القدير الكابتن الكبير كابتن أحمد عبد الحليم. كابتن أحمد زي حضرتك؟ أهلا كابتن خالد، ازاي أخبارك؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله، وسعيد بالصحبة الجميلة دي حبيبي يا كابتن. طبعا كابتن الكبير ونجم من نجوم الكره المصريه، واحد من يعني واحنا بنتكلم على 3 4 5 بكرايت في تاريخ الكره المصريه لازم نذكر كابتن الكبير كابتن محمد صلاح. كابتن محمد صلاح ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ كله تمام الصحبه الجميله. ونروح بقى لاكبرهم سنا وان النجم القدير النجم السبعينات في النادي الاهلي كابتن هشام حات. كابتن هشام ازاي؟ انت مش مواليد سبعينات يا ابني حبيبي يا كابتن خالد، يعني برحب بيك طبعا، برحب بكل الكباتن الكبار الخامه الكبيره اللي اتعلمنا منهم كتير يعني. كابتن احمد، اول موسم ليك مع الزمالك كان سنه كام؟ موسم 73 74. ده انت مع معدل. لا ده انت يعني مع حرب انتصارات مصر يعني. والله 73 74 73 74. كابتن محمد بعديه بسنه 75 76؟ لا 74 75. 74 75. كابتن خالد 77 77. انت اول موسم ليك امتى؟ 60 94 64 94 93 94. كان اول موسم ليك مع النادي الاهلي فريق اول. شرفتونا يا جماعه، وان شاء الله تكون حلقه مميزه كده وكلنا نستمتع بيها يعني كمشاهدين ان شاء الله باذن الله. عايز ابتدي معاكم قبل ما نتكلم على القائمه، عندي خبر مهم جدا وهو الاخدود السعودي. تواصلنا طبعا مع مدير الاخدود السعودي وقال لنا الكلام دوت. حسن بن مرزوق المدير الرياضي لنادي الاخدود، هل في عرض لزيزو؟ وهل فعلا نادي الاخدود طالب زيزو في يناير؟ اكد لنا انه فعلا نادي الاخدود عايز احمد السيد زيزو، وان الايام اللي جايه او هنبتدي التفاوض مع نادي الزمالك، وعارفين ان عقده مستمر لنهايه الموسم، واحنا عايزين نجيبه في يناير. وقال ان احنا بنحترم نادي الزمالك وعلاقتنا كويسه بنادي الزمالك، وهنيجي نقدم عرض لشراء احمد السيد زيزو، و يعني ده التاكيد على ان في عرض. وقال ان العلاقات قويه جدا بين نادي الاخدود ونادي الزمالك يعني، وما قلناش السعر وما حددناش السعر. في المقابل رحنا لنادي الزمالك وسالناهم، لغايه دلوقتي مفيش اي عرض رسمي جه من نادي الاخدود، وايضا نادي الزمالك بيحاول الفتره اللي جايه انه يجدد تعاقد احمد السيد زيزو. الدنيا رايحه لفين؟ ولكن هي شكل كده بيستمر كل ست شهور بنسمع فكره زيزو جدد زيزو ما جددش، لان زي ما انتم عارفين زيزو ما جه جدد سنه من السنين اللي هو كانت موجوده في عقده. يعني مثلا عقد هينتهي نهايه الموسم، فانا اروح مثلا بدايه الموسم اقول لك طب انا هصلح لك السنه دي وارفع لك العقد وتجدد سنه كمان، فتحس ان السنين بتعدي بسرعه. لكن المؤكد، طب مين نادي الاخدود بقى؟ يعني نادي الاخدود هو رقم 14 في الدوري السعودي. لغايه دلوقتي لعبنا 10 مباريات، نادي الاخدود كسب ماتشين، اتعادل ماتشين، واتغلب 6 مباريات، وبيقبع في المركز ال 14 من دور ال 32، خرج من كأس الملك على ايد احد فرق الدرجة الثانية يعني. وسجل 11 هدف في الدوري السعودي، واستقبل مرماه 14
هدف. كابتن احمد رايك في العرض والنادي؟ انت عارف يعني كان زيزو جاله من بدايه الموسم نادي نيوم درجه تانية، ودلوقتي جاي له اخدود، يعني نادي يعتبر من الانديه مش القويه يعني او الصعده، مش القويه كمان في الدوري. هتكلم كلام مجرد يعني بالنسبه لزيزو. والله زيزو القيمه بتاعته اللي بيلعب بيها في نادي الزمالك وفي مصر، معلش لو رشح لازم يرشح لنادي قيمته مع احترامي الكامل لنادي الاخدود. انت قلت دلوقتي يعني نادي بيصارع على الهبوط فبيتهيألي يعني اللعيب الكوره اللي يوصل لحاله من الحالات اللي وصل لها زيزو لازم يفكر في المكان اللي هيلعب فيه. تمام. انا بتكلم بكلام مجرد. انا طبعا ما اعرفش الكواليس فيها ايه وايه اللي هيحصل، بس ده لازم يبقى جوه البني ادم. بني ادم لما يجي يحترف او يلعب، طبعا الفلوس مهمه وكل حاجه مهمه، بس بيتهيألي برضو قيمتك كلاعب كوره لابد ان تظل كما هي مع احترام الكامل لنادي الاخدود. يعني انت النهارده لو بتكلمني على نادي الهلال، نادي الاتحاد، نادي الاهلي، الانديه القمه، هقول لك طبعا افكر في الموضوع ده 100 مره. انما الانديه الثانيه دي معلش، احنا عندنا لعيبه برضو مشوا من مصر وراحوا، اللي كانوا نجوم في مصر راحوا لعبوا في انديه، محمد شريف على يعني ايه راح الخليج يعني السعودي، واخد بالك ازاي؟ طبعا انا بحترم كل الانديه، بس انت الايمج بتاعك كلاعب كره لازم تدور عليه في المقابل لما تيجي تحترف. كابتن خالد، انا عندي لعيب اصلا عملت التجربه دي، رحت لعبت في قازما كويتي، وما رحت لعبت في قازما كويتي ولعبت كان معايا 7 من منتخب الكويت، يعني كان اقوى فريق في ذاك الوقت يعني، وخدنا بطولات وكده. مع اما بتيجي نجم زي محمد شريف مثلا، زي اليو جانج مثلا، زي زيزو، اما بتروح دوري تاني ودوري فرق مش بتاع بطولات، فرق من اجل فقط البقاء يعني، هل ده بتبقى يعني وفلوس طبعا هتكون افضل من الدوري المصري، هل ده يساعد اللاعب انه يبان اكتر ولا هتبقى بالنسبه له صعوبه؟ لا هتبقى بالنسبه له صعوبه، لان اللاعب اللي هو اتعود ان هو يلعب في نادي كبير ومعاه بتسنده جماهير كبيره، بيروح بيلاقي جو تاني واتموسفير تاني خالص، بيفتقد في النقطتين دول. ان انت متعود ان انت بتلعب على بطوله، متعود ان انت كل ماتش عايز تنزل تكسبه وفي جماهير بتساندك، لما بتروح نادي زي ما احمد قال كده، مش يعني مع كل الاحترام لنادي الاخدود، ولكن مش زي هو مش فريق صاعد على فكره السنه دي، صاعد يعني هيبقى كل الهدف بالنسبه له وطموحه ان هو يبقى في الدوري. هو زي يعني ممكن نشبهه مثلا ببتروجيت، بالحرس يعني، اللي هي الفرق الصاعده يعني. طبعا ما بتبقاش هو بيبقى مصلحه اللعيب حاله واحده، هي الحاجه الحاله الماديه فقط يعني، بس انما كل دوافع او طموح لا بتقل. واكبر دليل على كده محمد شريف. محمد شريف راح الخليج، ونادي الخليج يمكن برضه من الانديه يعني اللي يعني باع شويه افضل من الاخدود، افضل، ولكن برضه محمد شريف بيلعب على فتراته اللعيب من جوه. على فكره معلومه مؤكده بنسبه كبيره، بنسبه تتخطى 70%، محمد شريف راجع مصر في يناير يعني. طيب. الخليج قد يوافق على رحيله. انا في نقطه بس، كلمه مهمه قوي اقولها للعيبه، ان مش كل حاجه الفلوس. انت بتلعب كوره، ربنا ادالك موهبه وادالك حرفه بتحبها وهي مصدر رزقك. صحيح. بس مش كل حاجه الفلوس. انا ممكن فلوس الفلوس ها، وفي فلوس، وفي فلوس احنا دلوقتي يعني احنا مش مش يعني هو هنا مش لاقيين ناكل مثلا، لا احنا عندنا فلوس ممكن تكون احسن من اي حته. اسعار اللعيبه واثمان اللعيبه بتقدر بمستويات عاليه، واحسن اعلى دوري في المقابل المادي في افريقيا. بالظبط يعني بالنسبه لزيزو، طالما انت يعني خليتنا نتكلم على زيزو، زيزو انا سامع ان هو من نادي الزمالك طالب مثلا 60 مليون في السنه. فين بره يعني المبالغ دي ما بتدفعش غير عندنا، او ما بتتقالش، ما بتتسمعش غير عندنا هنا في الدوري المصري، لاسباب كتيره جدا بقى في تقييم اللعيبه وتقييم امكانيات يعني اللعيبه. انت شايف ان افضل لزيزو انه يبقى طالما مش نادي بقيمه النادي اللي هو بيلعب له؟ ده من وجهه نظري. حتى لو في الفلوس بالنسبه له هتبقى كويسه، لان السنه دي هتفرق معاه جامد جدا، مش من ناحيه تحسن في المستوى، لا مش هيبقى المستوى هيقل. كابتن، هل في لاعب في مصر مع كل احترام وتقدير لزيزو وطلباته، طلبات اي لعيب، اي لاعب في مصر يوصل درجه
عقده الايه؟ يعني انا ممكن اقول لعيب في الاهلي، لعيب في الزمالك، لعيب في بيراميدز، دول اعلى ثلاث انديه بيدفعوا. يوصل لكام اللعيب اللي انت شايفه في الدوري المصري وفي البطولات الافريقيه المشارك فيها، سواء الاهلي او الزمالك في الكونفدراليه، مع المنتخب اقل او مع المنتخب، ويكون مع المنتخب. ما هو كده كده بيروح المنتخب. بس بلاش انا عشان هيبقى رايي صادم شويه. لا 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 بالنسبه للناس اللي بتلعب. لا انا شايف، اللعيبه المصريين دلوقتي بالنسبه للعقود، انا من وجهه نظري السقف بتاع اعلى عقد 12 مليون جنيه في السنه لافضل لاعب في مصر. السقف بتاع اعلى عقد، مش هو ده اعلى سقف. طيب والمحترف توصله لكام؟ المحترف الاجنبي. الاجنبي لا اوصله ل 12، قلنا اللعيبه المصريين 12 مليون، هوصله ل دبل. لازم لا مش الدبل، لا هو 300,000 دولار يعني مثلا. في نقطه مهمه قوي يا خالد، لعيب الكرة بيقيم على حسب امكانياته، مش على حسب جنسيته. مش على حسب جنسيته صحيح. طب ما احنا جبنا عندنا افارقه، يعني سامسون اكينولا اغلى، عقده اغلى من زيزو بالظبط. ادى ايه بقى؟ يعني ادى ايه؟ صحيح. ادى نادي الزمالك ايه؟ او فاد نادي الزمالك ايه؟ صحيح. احنا اكتر دوله على مستوى الوطن العربي بتدي فلوس للاجانب. انا عايز اقول لك ان مودست وهو جاي لعيب فري عقده اغلى من وسام عقده وثمن مجيئه. يعني شوف الفرق عامل قد ايه. كابتن محمد رايك في موضوع انت ضربت السعوديه يا كابتن؟ صح. ايه رايك بقى في الموضوع؟ وعارف نادي الاخدود اكيد. انا عارفه، كان بيلعب السنه اللي فاتت معايا في الدرجه الثانيه او في دوري المحترفين يعني. يلو. هو قيمه زيزو زي ما قال احمد في حاجه واحده بس، ان هو جاي من الزمالك. نمره واحد. انا يعني لغايه دلوقتي عندي قناعه انه هيقعد، ده نمره واحد. هو تفكيره كده على فكره، هو ووالده. أيوة. يعني ما بيبصوش للفلوس قوي. ال 60 مش 70 دي، يعني ممكن نكون بنسمع زي ما خالد قال، بنسمع عنها، لكن الواقع والتوقيع والحاجات دي ما لسه لغايه دلوقتي. لكن لو هو كان عايز يروح كان راح الشباب السنه اللي فاتت. صحيح. وكان راح الريان قطري. يعني حتى الشباب في الدوري السعودي. ونيوم. ده نيوم يعني ماليا اعلى بكتير من الاخدود. انت بتتكلم على الفلوس. هو مش عايز اقول ايه، هو شبع فلوس. هو خد على حاجه انه ياخد بطولات. في الانديه دي ممكن يخش بطولات ويرجع بسرعه. لا خالص، ده ممكن ينزل درجه ثانيه ويرجع بسرعه يزهق. لكن لو عايز يمشي من الزمالك يروح مثلا اوروبا او حاجه في السعوديه زي ما احنا قلنا كده، الهلال، النصر، ناس واخده بطولات. تفتكر دي صدمه لمحمد شريف؟ واحد مكسر الدنيا في الاهلي، هداف الدوري المصري، هدف في نهائي دوري الابطال، وفجاه راح النادي الخليج. بس انا اعتقد والله اعلم، ودي هتوافقوني عليه، هو ما فكرش لما يروح السعوديه هيجاري الناس دي ازاي. لان يعني في السنه دي الدوري السعودي اتقلب. صحيح. فجاب ناس اجانب كتير على مستوى عالي جدا. هو بالنسبه له حاجه جديده. حتى في فرقته في الخليج في ناس اجانب كويسه. فهو كان بيلعب الاول اساسي، ما جابش اجوان، قعد بقى ينزل، فالحياه متلخبطه. عشان كده انت سمعت، انا سمعتك بتقول هيرجع في يناير. بنسبه كبيره. ده بيراميدز بيراميدز قعدوا معايا على فكره، وسمعنا زمالك لا مش هو مش هيروح الزمالك، هو مش هيروح الزمالك، وهو بيتمنى العوده للاهلي. ولكن بيراميدز فتحوا، انت عارف بيراميدز بتبقى ايه المحطه ما بين اللاعب اللي هو يعني ما الجمهور ما يروحش الزمالك فيروح بيراميدز عشان فلوس حلوه وما يخسرش، ما يخسرش الجمهور يعني. ايوه بس حاليا دلوقتي الاسماء اللي بنقولها دي مش محتاجه فلوس الحمد لله. محتاجه تلعب وتستمتع وتجيب بطولات. فالقيمه التسويقيه بتاعت اللعيب، انا وجهه نظر قلتها قبل كده كتير، البطولات انت جبت كام بطوله ليها السنه دي عشان تاخد 60 او 70 او 30؟ طيب ما جبتش خلاص. كابتن هشام رايك بقى في فكره، هل زيزو لعيب فاضل له 6 شهور ويمشي، هل لو طلب فلوس كتيره الزمالك يبيعه، وهل الزمالك يقدر يعوض زيزو زي ما عوض كابتن احمد وكابتن محمد صلاح والنادي الاهلي عوض كابتن خالد وعوضني وعوضك؟ اكيد. دي نقطه اهم، لازم يبقى نادي الزمالك والاهلي والانديه الكبار يبقوا عارفين كويس ان انت جيل بيسلم جيل. فخلاص انت كنت محتاج زيزو في فترات معينه، النهارده انت على حسب امكانياتك الماديه، النهارده عندك ظروف ما عندكش ظروف. ما انت بتقول السنه اللي فاتت كان جاي له الشباب زي ما كابتن صلاح قال، وقبليها ونيوم نيوم كمان الصيف ده ماشي. يعني هي كل سنه ليها ظروف ومتغيراتها. انا كنادي الزمالك اقدر ادفع لزيزو ده؟ طب لو دفعت لزيزو
لما هيجي حد تاني يجدد هقدر ادفع للتاني ده نفس الرقم؟ نادي الزمالك بيمر بازمات ماديه وكله يعني فوق دماغه لازم يدفع دلوقتي، فكل شويه الزمالك غرامات بيدفعها غرامات بيدفعها. النهارده لعيب لما ياخد الرقم سواء بقى 60 70 75 انا ما اعرفش الرقم واتيفر اللي هو يتفقوا عليه، لا انا لو جاي لي حاجه، احنا جرى العرف ان اللي بيروح الخليج بيروح اللي هو عشان يبطل ياخد فلوس كويسه يعيش بيها كويس ويامن مستقبله. طب انت زيزو كام سنه النهارده؟ 28. طيب 28، هل زيزو النهارده يقدر يروح؟ يعني مع احترامي طبعا لفرقه الاخدود، مع احترامي طبعا، لكن في النهايه هي فرقه في لسه صاعده وفرقه بتنافس على الهبوط. طيب انت كده بالنسبه لك انت خلاص بالنسبه لك شكرا زيزو مش هتسمع عنه. لكن لو رايح النصر، الهلال، الشباب، الاهلي، لا في فرق جامد، فرق كبير، بتلعب بقى مع القمه، فده بالنسبه لزيزو ده يليق بيه. لكن انت لو بتحسبها فلوس، طب ما انا اروح بيراميدز اعرض النهارده نادي الزمالك يقول بيراميدز لو انت عايز زيزو انا عايز فيه كذا، يبقى انت بتستفاد ايه المشكله انك تعرض ده؟ ما هو ممكن النهارده يبقى زيزو برضه رايح الدوري السعودي في حاجه صغيره يبقى محطه، الله اعلم. ما انت ممكن تبقى بس محطه ويرجع. هل يا كابتن هشام دلوقتي اللاعب المصري يستطيع انه يتالق في الدوري السعودي؟ خدوا بالك الدوري السعودي دلوقتي بقى كميه نيمار نفسه طبعا. مش عارف يلعب، بيتعور كل شويه. هل اللاعب المصري يقدر انت عارف انت بتبقى تحت ضغط ليه؟ انت رايح هناك بقى ولا سيبك ولا نجوميه ولا اعلام وراك ولا بتاع، انت امكانياتك هتلعب حلو، انت في ثانيه يطردوك يمشوك، انت ما بتاديش المستوى مع الف سلامه، مفيش نجوميه هناك غير نجوميه لعبك. ما هي عشان كده بقول لك انت رايح انهي فريق اللي هيبقى فيه فرقه بتساعدك. لو انت رايح عشان تشيل فرقه صعب، وانت مع اول ماتشين وانت الدنيا وحشه بالنسبه لك يقول لك لا مع السلامه اقعد، انت مش هتشيلني. هيقول لك مع السلامه. حتى لو دفع فيه فلوس الملايين الفلوس يعني مش فارقه معايا. لكن انت لو رايح النصر انت معاك بقى كريستيانو ومعاك فرقه فهتبقى في وسطهم تقدر تصنع الفارق واسمك يبقى بريقه يبقى مازال مستمر. لكن الفرقه ان انت هتبقى بتصارع على الهبوط هو بيستنجد بيك وانت بتبقى مش قد المسؤوليه، اعتقد انك هتبقى الامور صعبه جدا بالنسبه لك. طيب نروح بقى لفريق الخلود. فريق الخلود في الدوري السعودي ايضا، واللي معار ليه اليو ديانج، واللي بيسعى نادي الخلود لشرائه. وعلى فكره ممكن في الفرق اللي هي متوسطه دي ستايل لعب اليو ديانج ينفع، اللي هو القوه والسرعه والحماس وبتاع، وهما جايبينك اساسا عشان تقطع كور وعشان مش عشان تجيب اجوان، مش عشان تبقى نجم، لا تبقى نجم بس في جوه زي جندي مجهول في الملعب كده، ممكن اللعيبه في المكان ده تتالق يعني. في نفس الوقت كلام قوي جدا على ان الخلود هيتقدم بعرض لشراء بيرسي تاو لاعب النادي الاهلي، واللي قرر النادي الاهلي بنسبه كبيره جدا 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 انه يرحل عن الفريق في يناير القادم، لان الاهلي بيسعى لجلب 2 اجانب. وعلى فكره كمان رضا سليم كلام قوي جدا ان هناك اتفاق رضا سليم ان هو عايز يروح احدى الفرق في الامارات. كان بدايه الموسم الوحده الامارات يا كابتن، بدايه الموسم كان عايزين رضا سليم، ولكن الراجل رفض، الراجل كله رفض، بس الراجل رضا حاسس ان هو مش مستريح نفسيا وحاسس ان هو ملوش دور مع الفرقه فعايز يمشي. رحيل بيرسي تاو ورضا سليم افضل للنادي الاهلي، خصوصا ان هو داخل على كاس عالم يا كابتن؟ بص الاسمين دول دلوقتي يعني بيرسي تاو ما بيشاركش بصفه مستمره، مش هو الراجل الاساسي. بيرسي تاو نجم في جنوب افريقيا ولعيب جيد جدا. اللعيب لما بيحس بنفسه وبعدين بيحس ان الامور بعدت ايا كان المكان اللي بيلعب فيه بيبقى عايز يمشي خلاص. انا بالنسبه لي الموضوع، فانا بتقلي بيرسي تاو برضه في فرق خالد بين اللعيبه الافارقه واللعيبه المصريين. يعني انت بتقول اسماء اليو ديانج وبيرسي تاو دول لعيبه افارقه. رضا سليم لعيب من بلد عربي اب بس برضه اجنبي. واخد بالك ازاي؟ دول برضه بيحبوا يروحوا محطات كتير. واخد بالك يعني ازاي؟ اللي هو ما بيعمرش في نادي ما يقعدش 10 سنين في نادي، انما ما ينفعش زيزو يتحط في نفس الـ زي محمد شريف كده. ما ينفعش يتحط دول لعيبه مصريين. خلاص لازم نعمل فرق. فبيرسي تاو طبعا لو قعدته طالت مع النادي الاهلي هيبقى عايز يمشي، ده طبيعي جدا لاي لعيب حاسس بقيمته كلاعب كوره على فكره. ما هو مش هيمشي يا كابتن. بص احنا عندنا التصريحات بتاعت رئيس النادي، هقول لك هيمشي ليه. تحدث محمد عبد الله الخليفه رئيس نادي الخلود السعودي في تصريحات خاصه لاستاد المحور،
عن موقف النادي من شراء اللاعب اليو ديانج المعار من صفوف وكذلك حقيقه رغبه النادي في التعاقد مع جنوب افريقيا بيرسي تاو. قال رئيس الخلود السعودي في تصريحاته لاستاد المحور لبرنامجنا: الكلام مبكر جدا على نيه شراء اللاعب اليو ديانج، بالتاكيد اللاعب بيقدم مستويات رائعه مع الفريق في الفتره الاخيره، ولكن عقد اللاعب اعاره لمده موسم مع عدم وجود اي بند لشراء اللاعب بعد نهايه الاعاره، وسيكون هناك جلسه مع فابينيو فلورا المدرب البرتغالي للفريق للحديث عن الامر، ولكن بالتاكيد لسه بدري على الكلام ده ومش وقته. وعن بيرسي تاو قال: مفيش اي رغبه لشراء اللاعب او تواصل لضمه، ولكن لسه هنشوف رغبه المدرب في المركز اللي هيحتاج يدعم فيه، وعلى هذا الاساس هنتحرك لضم صفقات، ولكن مفيش تواصل حتى الان بخصوص تاو. وتاو يعني يقال ان هو اللي بيسرب معلومات ان هو جاي له عروض من الدوري السعودي، خصوصا ان تاو كابتن بياخد تقريبا فوق المليون في النادي الاهلي. ايوه، فهو النادي الاهلي شايف انه مبلغ كبير مقابل ان بيرسي تاو مش لعيب، ما بقاش لعيب من اللعيبه المهمه مش يعني. لا هو دلوقتي يعني طاهر محمد طاهر تفوق عليه دلوقتي في فتره بتاعت الازدهار بتاع طاهر محمد طاهر. وبيرسي تاو ما بيلعبش. كل ما يعني النهارده النادي الاهلي لما ساب احمد عبد القادر، هو احمد عبد القادر ده لعيب شويه؟ لا انا بكلمك جد والله. لا كبير. فهو ليه مشي؟ ليه؟ عشان عقليه احمد عبد القادر مش راكبه مع المدير الفني. ما بيلعبش اللعيب، انا بتكلم على اللعيب نفسه. بيزهق. سيبك من المدرب او وراء المدربين. انا بتكلم على اللعيب. اللعيب بيحس بقيمته انه يقدر يلعب، فلما بيبقى الموضوع ده بيبعد عنه بيبتدي يفكر في طرق تانية. كابتن خالد، فكره ان انا لعيب اجنبي وبعد كده اما بيجي اللعيب الاهلي عايز يستغنى عن اللعيب الاجنبي، يعني عايز يمشيه وممكن يخسر فيه كمان عادي، بس اللعيب الاجنبي لو هو لعيب جامد قوي بيبقى متمسك انه يفضل في الاهلي عشان عقده. انت فهمت قصدي يا كابتن؟ يعني في لعيب بيبقى النادي عايزه عشان جاي له عقود بره اعلى بكتير من اللي بياخده في النادي. ففكره ان اللعيبه الاجانب اللي احنا بنجيبها دلوقتي في بعض الاحيان بيوصلوا لمرحله مش عايز يسيبوا النادي. مش عايز يسيب النادي الا لما اروح نادي يديني نفس العقد اللي انا باخده في الاهلي. فانا اصلا بيرسي تاو ده تفكيره انا عارف، يعني هو مش هيمشي من الاهلي الا لما يوصل لاتفاق يضمن بيه ان هو ياخد فلوس اكتر في النادي اللي رايحه وياخد فلوس من الاهلي وياخد بقيه عقده من الاهلي. ممكن، ما هي القصه هو معاه وكيل. القصه دي مهمه جدا جدا جدا، لان احنا برضو في حته التعاقدات مع اللعيبه الاجانب مش شاطرين. الخبره الاداريه برضو بنخاف يقول لك اللعيب الاجنبي يتالق، الزمالك ياخده الاهلي ياخده، يعني فنعمل لهم 3 4 سنين. دايما اللعيب الاجنبي هو اللي بيكسب في الاخر، بيكسب النادي. انت هو في ناس فاتحه فيلا دلوقتي، اشيم بونج دلوقتي عامل قصر في غانا دلوقتي، هيكسل شويه ومستواه وحش زي بيرسي تاو دلوقتي ما بيلعبش باستمرار. تمام، هو مش فارقه معاه يلعب ما يلعبش، بس هو لعيب جيد يا كابتن. طبعا لعيب بس كويس، بس تركيبته مع كولر مش نافعه. لا ليه؟ ما هو كانت نافعه، ما كانش يعني ما ينفعش نقول الاول هو كان راجل وبيلعب والراجل كولر مقتنع بيه وخد احسن لعبه في افريقيا وبيجيب اجوان وبيكسبنا. دلوقتي ايه اللي حصل عشان بيرسي تاو يوصل للي هو فيه؟ دي حاجه نفسيه، حاجه في التعامل من المدرب. هي نفسيه لان بالزبط. مش امكانيات لاعب، ما هو فعلا امكانياته كبيره. فزي ما بقول لك، بس عشان انا دي نقطه مهمه قوي، احنا مش شاطرين في موضوع التعاقدات. انا اشتغلت سنه في الامارات في نادي بنياس. تمام، يمكن احمد عارف ظروف الامارات. كنت بشتغل مع مدرب عام مع مدير فني كانوا جايبينه من المانيا. وكان الله يمسيه بالخير الشيخ عمر بن زايد هو نائب رئيس النادي، كان الشيخ سيف بن زايد هو رئيس النادي والشيخ عمر كان نائب رئيس النادي، انا كنت مدرب عام. من خلال التعامل لقيته في يوم الشيخ عمر كلمني قال لي تعالى لي البيت، رحت قال لي هتمسك مدير كوره كمان. قلت له انا امسك مدير كوره؟ قلت له ليه؟ قلت له عندي ما حصلتش. قلت له انت كده بتمشيني، لان كل الناس يعني دايما مدير الكوره في الامارات اماراتي. مدير الكوره ده كله الفلوس اللي بيصرف واللي يخصم واللي يعمل. فالمهم اشتغلت مدير كوره. كويس، عملت حاجه واحده بفكره كانت جديده شويه. كنا عايزين نجيب 2 لعيبه في يناير نضمهم، فجبنا 2 لعيبه من نادي الوحده. لعيب كان اسمه سعيد، مش فاكر، يعني 2 لعيبه كويسين. انا جبت الاثنين لعيبه دول من الخصومات اللي كنت بخصمها من اللعيبه. يعني الشيخ عمر بيقول لي عايز فلوس قد ايه عشان الاثنين لعيبه اللي انتوا هتجيبوهم؟ قلت له لا ولا حاجه، فلوسهم انا قعدت واتفقت معاهم، والفلوس من فلوس الخصومات
مع المحاسب. فالراجل ما صدقش. بص النقطه الثانيه وانا قاعد بتكلم مع الاثنين اللعيبه، احنا كان فاضل لنا دور كنا هنلعب تقريبا 12 ماتش. فمثلا سي اتفقت مع اللعيب 60,000 درهم هياخد، قسمت له ال 60,000 درهم على ال 12 ماتش. هتلعب؟ قلت لهم انت ممكن تيجي وما تلعبش او تطنش في التمرين او تكسل فالراجل ما يلعبكش، مش هتاخد فلوس. انت ال 60,000 درهم على ال 12 ماتش بكام؟ ب 5,000 درهم. الماتش هتلعبه غير مكافاه الماتش هتاخد ال 5,000 درهم بتوع، مش هتلعب مش هتاخد. قلت لهم انتوا توافقوا عشان ترضوا ان انتوا تاخدوا فلوس من غير ما تتعبوا؟ قالوا لي لا يا كابتن. ومشيت على كده. مشينا على كده. واحد لعب 12 ماتش خد ال 60,000 تمام، واحد لعب مش عارف 6 ماتشات خد له 30,000. فانت الشطاره في التعاقد، الخبره في الاداره، ان انت دايما تبقى انت كنادي انت اللي ليك اليد العليا مع اللاعب مش اللاعب. فاحنا عندنا ديفوهات كتيره جدا في حته التعاقدات. طيب كابتن محمد عايز تتكلم في النقطه بتاعه بيرسي تاو دي ولا نقفلها؟ عايز اقول التعاقد اللي بيحصل مع الاجانب غير مع المصريين. لازم الانديه تعرف يبقى في حل، ان مثلا السنه الثانيه برضا الافتراضي اصل ممكن لا هو رسمي العقد بتاعك كله هتاخده، فعشان كده بيتحايل على اللعيب التراضي، خد نص هوديك في حته اللي هو قندوسي اهو قندوسي اللي بيقول عليه خالد، الثغرات اللي موجوده في العقد. لكن بريستاو لما هو دي منظومه توافق الاهلي والزمالك، بيخرج عن النظام او بيكشر او بيطلع بعد التغيير يضرب ميه ولا يضرب بتاع، بتختلف الامور من هنا. فهو احساسه ان هو جاي هو اللي نجم في النادي الاهلي او في الزمالك، فلازم يلعب كل الماتشات. صحيح. لكن الاجانب عندهم حاجه، مثلا في اجنبي يجي يقول لك لو اللعيبه كشر ما بيلعبش، بتحصل. لو ما سمعتش كلام مش عارف، لو ما بتدافعش، فكل ما حصل كده اتنين ثلاثه لعيبه حصل فيه مشاكل فلازم يمشوا. هتمشي ازاي الاجنبي؟ هتقعد معاه عشان خاطري؟ طب نص ونص، ربع وربع، ما بيرضاش. وفي مصريين بيتكلموا مع الاجانب اوعى تسيب حاجه. خلاص هي العمليه بقت زي ما تكون ايه يعني فرده. لا خلاص بقى احنا نطلع بكام؟ صفقه. نطلع بكام؟ اوعى تقول مالكش دعوه، قول لا انا هتمرن عشان ياخد فلوسه كلها. ولذلك بتيجي تقول طب انا اجيب لك فرقه كويسه في حته الفلانيه، يقول لك لا انا اللي اروح. صدق بالله والله العظيم، وانا اعتقد كلكم انتوا اجيال يعني ممكن تكون ما خدناش فلوس كتير وكل حاجه، بس انا اقسم بالله ساعات كنت بقعد ادعي ربنا قبل ماتش مهم، اقول يا رب والله العظيم انا هطلع فلوس لله ومش عايز ولا جنيه بس نكسب، اقسم بالله. يعني كانت ساعات حقيقة والله حقيقة يا كابتن دي حقيقه. لا كانت ساعات كده بقعد يعني كنت بحس ان الايمج وان انت تبقى نجم وان انت تلعب ماتش جامد ده لا يقدر بمال. صح، ودي كانت حقيقه في الوقت ده فعلا زمان. يعني والله انا احس ان انت لما تنزل كده في الشارع لا والناس على أيام تسلم عليك وكنت نجم كان الهدف مش الفلوس. كان الهدف ازاي ان انت تأدي كويس وتلعب الناس تحبك. كابتن هشام النهارده لازم كل تفكير النادي الاهلي، ولا دوري الابطال ما خدوا كتير وخد البطولات دي كتير وكده، لكن كاس العالم الانديه لانها مختلفه تماما، يعني شكلها مختلف، بطولة مختلفة، التناول الإعلامي بتاعها، تسليط الضوء عليها، القنوات الناقلة لهذه البطولة، موضوع مختلف كبير، وفي أمريكا وبتاع، وميسي هيلعب في البطولة ديت وبتاع. فالنادي الأهلي كل تفكيره لا أنا عايز أجيب لعيبة جامدة، أنا عايز على الأقل الخمس أجانب بتوعي يبقى من 11. فالنهاردة يحيى عطية الله، علي معلول انا من وجهه نظري افضل من يحيى عطيه الله، بس يعني هي الاصابه. يعني عندك اشرف داري مصاب ما بيلعبش، وسام ابو علي مصري بس هو الاكثر تاثيرا، رضا سليم ما بيلعبش، بيرسي تاو ما بيلعبش، اليو ديانج قبل ما يمشي ما كانش بيلعب. انا قصدي ايه؟ يعني الاهلي كان الاول كان عنده خمسه في ال 11. فهل انت مع فكره ان رضا سليم وبيرسي تاو يرحلوا في يناير ولازم النادي الاهلي يجيب اتنين تقال قوي؟ طبعا، لان هو زي ما انت بتقول يا خالد هو نفسه في حاجه جديده، يعني بطوله جديده يظهر فيها بشكل كويس. هو ظهر في الفترات اللي فاتت دي كلها مركز ثالث بشكل كويس وبرونزيه، لكن في النهايه اكيد في تطلع، نفسك طبعا تحقق امنيه ان انت تحقق بطوله. البطوله دي بيبقى ليها متطلبات، هتجيب لعيبه بكام؟
هتجيب لعيبه مين اللي يجي في الفتره دي يشيلك في الفتره ديت؟ الفرقه فايقه ولا مش فايقه؟ حاله اللعيبه كلها تقدر انها تستوعب انك تجيب خمس محترفين قويين جدا يساعدوا بعض، ولا انت الفرقه اصلا فيها دروب فما تقدرش، فانت مشارك عشان انت بطل الابطال؟ فهي دي الكونسبت نفسها او المفهوم. انت الاهم كفلوس، النادي الاهلي عنده فلوس، النادي الاهلي عنده جماهيريه، النادي الاهلي دلوقتي بيكسب، فده بيدي حاله معنويه عاليه جدا جدا، وبرده الناس عارفينك كويس، اتفرجوا عليك كتير، انت لعبت في المحافل الدوليه دي كتير، يعني الاهلي لعب مع ريال مدريد، لعب مع اي سي روما، ماتشات كتير جدا جدا في اوروبا، والاهلي لعب معاها مع باير ميونخ، فرانك باير ليفركوزن، لعبنا ماتش معاهم، فالماتشات دي انت متعود عليها، لكن ما تبقى ماتشات رسميه فانت محتاج تجيب لعيبه ذو قيمه كبيره جدا جدا انها تقدر فعلا تصنع الفارق. هل هتقدر تجيب ده ولا مش هتقدر؟ واكيد برضو هو رضا سليم، انت محتاج لعيب محترف، بس رضا ما بيلعبش وبيرسي ما بيلعبش، عيب لعيبه ولا عيب مدرب؟ ما برضو محدش عارف الكواليس اللي جوه، بس فهي دي المشكله، ان انت الاهم بالنسبه لك ان انت تعرف تجيب لعيبه بجد العين، زي ما قال كابتن خالد كده، عين التعاقد مع لعيب، هي دي الاهم. ما انت مش كل مره اروح اجيب لعيب يعني زي مودست كده، لا ده مودست كان اكبر غلطه ان انا اجيبه في النادي الاهلي. طب بس بقول لك يا هشام، يعني اشرف داري ده لغز، يعني ده هيلعب ماتش المغرب التواء في الكاحل عادي، من ساعتها لغايه دلوقتي ما لعبش عشان يعني هو كمان يعني لعب خمس دقايق تقريبا، ما اثر يعني على الوتر ايه؟ ما هو دي حاجه غريبه صح؟ اثر على الوتر، هو اتعالج غلط ولا ايه؟ ما هو بيقول لك خد حقن الكورتيزون من الطبيب بتاعه في المغرب، ما كانوش عارفين. انا كنت واخد حقن قبل كده هنا في الوتر. هل دي بتاثر مثلا؟ بتاثر جدا، لان هو ممكن يكون نزل واستعجل في النزول فرجله تلو التاني، فلما تلو التاني عملت مشكله على الوتر، التهاب نفسه طبعا، التهاب جدا، مش هتقدر تاخد حقن. ده انت لو خدت حقن انت كده بتبوظ الرجل وبتبوظ، فلازم ياخد وقته بقى. طبعا طبعا. كابتن خالد، هو ايه طموح الاهلي في كاس العالم للانديه؟ يعني ايه الطموح اللي بينتظره النادي الاهلي؟ يتخطى المركز الثالث اللي هو وصل له قبل كده، يتخطى. اهزر بجد يا كابتن، ده 32 فريق، طموح مشروع. ما هو النادي الاهلي مش هينفع يطلع يقول ايوه، بس دي بطوله مختلفه ونخسر، ما ينفعش. يعني انت متوقع ان هو يوصل للدور ال 16 بعد كده ال 8 بعد كده الاربعه بعد كده يكسب الثالث والرابع؟ ده طموح مشروع. هل بقى؟ لا، ما هو كابتن لازم قبل البطوله، انا طموحي ان اخد كاس عالم. ما هو لازم يتقال كده قبل البطوله، انما انت هتوصل في البطوله لايه؟ انت ما ينفعش تيجي في الاول. النادي الاهلي نادي كبير وجماهيره كبير في مرعبه، كبير في افريقيا. لا معلش، حتى انت لا وانت على مستوى العالم يقدر ينافس ريال مدريد وبايرن ميونخ؟ لا لا، ما يقدرش ينافس ريال مدريد، بس انا بقول لك يقدر يوصل لمراحل احسن من اللي هو وصل لها قبل كده. دي تمام. هو ده الهدف اللي هيبقى محطوط قدام كل الناس وقدام الجماهير. قدرت توصل له بالاداء الفني بتاعك بقى وبتوفيق ربنا، يبقى حاجه كويسه، ما قدرتش يبقى خلاص. بس طبعا كمان الجماهير يعني هناك في امريكا بقى، بس متهيألي امريكا مليانه مصريين برضه. مليانه طبعا، مليانه مصريه كبيره. طيب خبر مهم، المهندس هاني ابو ريده يقدم اوراق ترشحه في انتخابات اتحاد الكره الخميس المقبل، واعتذار المهندس محمود طاهر. والمهندس محمود طاهر اعتذر رسميا في الساعات الاخيره دي، كان في محاولات ان هو يخش. هاني ابو ريده سيقدم اوراق ترشحه هو وقائمه يوم الخميس المقبل، وهناك جلسات يوميه قبل الاستقرار بشكل رسمي على افراد القائمه. ابو ريده حتى الان حدد الخميس المقبل موعدا لتقديم اوراق ترشحه، وتعهد في جلساته مع المسؤولين باصلاح منظومه كره القدم المصريه ومعالجه كافه السلبيات واعاده المنتخبات المصريه لمصاف الكبار على مستوى القاره الافريقيه. هو كلام حلو يعني. انت ايه رايك كابتن في الكلام بتاع هاني ابو ريده؟ لا انت ايه رايك؟ هل فعلا ده بيبقى كلام انتخابات ولا على ارض الواقع؟ هاني ابو ريده اسم كبير في كره القدم وفي المحافل الدوليه، يعني بنتكلم عن واحد خلاص بقى ليه اسم يعني. خلاص طبعا طبعا، وراجل برضه له يعني له حاجات كتير عملها كويسه في كره القدم، وكان كان موجود لما وصلنا كاس عالم، يعني الراجل لا غبار عليه بصراحه يعني. فاذا كان جاي عشان يعني يشيل المشاكل اللي احنا شفناها في الفترات السابقه، اهلا وسهلا بيه. ما هو كان موجود والمشاكل كانت موجوده برضه، يا ريت. ما خد بالك، احنا عندنا ثقافه، احنا عندنا في مصر الثقافه، الثقافه دي انا من وجهه نظري لن تتغير. خلاص هتلعب ناحيتها من حواليها. وبالتالي المهندس هاني ابو ريده عارف الموضوع ده اكتر مني. واخد بالك ازاي؟ انت بتحاول تقلل المشاكل،
مش تشيل المشاكل كلها لا تقلل المشاكل. اي واحد هيجي يشتغل في العمل العام ده هيبقى جاي عايز يقلل شويه، انما هتيجي للجذور بتاعت مشاكل كره القدم المصريه دي حاجات متاصله وتعودنا عليها وتربينا عليها، وفي ناس ما بتقبلش الكلام اللي ايه اللي في غير صالحهم. فبرضو انت بتشتغل النهارده راجل عندك خبرات دوليه عاليه جدا، هو هاني بوريدا ما بقول لك اسمع لهوش جدال. تمام يا كابتن، يعني بس يعني انت متوقع ان مستوى الكره في مصر يتطور؟ مستوى الكره لا، ما هو انا بقى اتحاد الكره جاي ليه؟ لا ما هو هيتطور، هو هيتطور بس مستوى الكره بس هيتعور. لا مستوى الكوره واللعيبه يتطور، انا مع دي انا ما كابتن محمد طب اداوي الجرح بس الاول بتاع التعويره دي. لا شوف، انا عندي معلومه صغيره ان هو واخد ملفات كتيره بيدرسها رغم ان هو عارف كل حاجه، ولذلك هتلاقي في القائمه بتاعته معظمهم او كلهم جداد. ودي يمكن نقول اول خطوه في ان الناس، انا على اساس ان انا جاي مش عارف حاجه خالص فانا هبدا من الصفر. نتمنى، لكن في حاجات زي ما احمد، في جذور كده ثابته عندنا او جينات مصريه مش هتتغير، لكن احنا كلنا معاه ومع المجلس الجديد ان هو يطور الكره المصريه. طب والله التطوير في سيد اقول لك في اللعيبه مع الاجيال اللي طالعه دي هيبقى ضعيف جدا. طب والله والله ده مهجوم، يعني انا عايز بس الناس ما تعتبروش هجوم. الزميل والصديق العزيز اسلام الشاطر مقدم في قناه النادي الاهلي وبقاله سنوات اعلامي، فوجئنا قبل فتح باب الترشح بيومين ثلاثه بتعيينه مديرا للمنتخب الاولمبي، كانت مفاجاه للجميع. رايك كابتن خالد، مش في اسلام نفسه ولكن في فكره كيف يتم التعيين الاشخاص في الاماكن المناسبه لمجالهم او بدون مجاملات، بوجود سي في قوي، بخبرات، بكذا بكذا. بالنسبة لإسلام، عشان أعرف إسلام كويس، إسلام من الناس المؤهلة، هو هيبقى كويس خلي بالك في الشق الإداري، ما عنديش مشكلة معاك، هيبقى كويس جدا. إحنا نتكلم على طريقة التعيين أو السرعة في التعيين وبتاع، ولا إن فضل أربع سنين، فضل أربع، لا هم هيمشوا لا أنت هو بالزبط. بياخد قرار بتعيين حد جديد وهو ماشي تمام. اسلام هينجح جدا في المهمة دي، ولكن بالنسبة للقرار وتوقيته لا مش مظبوط. أنت مجلس ماشي ما تعينش حد دلوقتي، يعني سيب للي جاي، لان اللي جاي هيجي اربع سنين. وبعدين في نقطه مهمه عايز اتكلم فيها ملحوظه في حته الاداره، مجلس اداره الاتحاد اللي موجود دلوقتي، احنا دلوقتي كل مصر بتعاني بتتكلم على التحكيم، صحيح، اخطاء التحكيميه مشوا اللجنه. احنا جبنا كلاتنبرج دون وبعديه بريرا، خدوا في سنتين ولا في ثلاث سنين سنتين 70 80 مليون جنيه. هل كان من الاولى ان انا اجيب دول وادفع لهم 70 80 مليون جنيه، ولا كان الاولى ان انا ادفع الفلوس دي عشان تقنيه الفار عندي تبقى احسن حاجه؟ صحيح. زي السعوديه والحاجة. صحيح. ليه بقى؟ لان الحكام، انا من يعني يمكن هقول كلام مختلف شويه في القصه دي، الحكام صعبانين عليا جدا. انت مش موفر له اي حاجه عشان يبقى كويس، ولا فار ولا بتحميه ولا اي حاجه، ولا فلوس ولا فلوس ولا اي حاجه. هو كمان بيني وبينك، انا كحكم بيني وبينك برضو، انا راجل اعلامي، المفاجاه مثلا انا كحكم مثلا النادي الاهلي والزمالك بيطلبوا مثلا حكام او بيراميدز بيطلبوا حكام اجانب، عايزين من النادي 75000 دولار عشان الماتش الطاقم التحكيم جاي. فطبعا الحكم ما بيسمع 75000 دولار بيتجدد، يعني هو بيقعد يقول لك اذا كان احنا بناخد 7000 في الماتش، لا ما ياخدوهمش غير كل حوالي 6 شهور ولا حاجه، ده باثر رجعي يعني يجمعوا وبعدين يدوهم. فانا اتمنى اللي جاي سواء بقى المهندس هاني ابو ريده، المهندس هاني ابو ريده عارف مشاكل الكوره في مصر لان هو قديم يعني في القصه. صحيح. فنتمنى ان احنا نتجاوز الكلام ده. كابتن هشام، رايك في موضوع اسلام الشاطر؟ لا اسلام، انا عاشرته من وانا صغير، لان احنا في جيل واحد ومنتخب اولمبي ومنتخب 19 سنه، هو عنده شخصيه قياديه يعني رائعه وكاريزما وبيشتغل بجد، بيشتغل. اسلام شاطر جدا جدا، اسم على مسمى يعني. انت لو هتقيسها بالهجوم ده او بالسرعه دي، طب انت عندك ناس كتير، اربع منتخبات اتعملوا بسرعه جدا، هم مش من حقهم كانوا يعينوهم. يعني انت لو بتتكلم بقى في نقطه التعيين، لا هو في ناس كتيره جدا اتعينت
يعني انت شايف المجاملات شغاله؟ ما كانش وقتها، في منتخبات لسه بدري عليها قوي انها تعمل دلوقتي، وفي ثانيه يلا اعمل منتخب ويلا. الكونسبت يا كابتن خالد عشان حضرتك قلت ايه ليه صور التعيين، لا خلي بالك لما يجي اتحاد جديد برئاسه كابتن هاني لو عايز يغير يغير. هو ده الصح، انت لازم من حقك انك تغير. مش معنى دول كده ان انت عينت لي ناس هتفضل موجوده يا خالد، لا. احنا المجاملات كبيره جدا، صحيح كتير جدا، ولازم فعلا يا كابتن هاني رساله، لان انا كابتن هاني كمشرف على المنتخب الاولمبي عارفه كويس. يعني اهم حاجه هتبدا من قاعده الناشئين، دوري بقى محترم، ناس محترمه بجد تشتغل، ما يبقاش الدنيا كده يا استاذ احمد. كابتن احمد انت مره، انا فاكر مره زمان وديت السي في بتاعك لا وعلى فكره والله بقى كان لا ودى السي في بتاعه اتحاد الكوره عشان كان هيمسك منتخب. لا انا كان ساعتها كابتن حسن فريد طبعا نائب رئيس الاتحاد، وكان هاني بوريده رئيس الاتحاد. ايه اللي حصل بقى؟ يعني هم اللي طلبوا ان انا اقدم. يعني نائب رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد كان في رغبه يعني هم. لان انا طبعا المهندس هاني بوريده كان دايما يقابلني في الامارات، والراجل علاقتي بيه كويسه وكل حاجه، فكان ايه بيقول لي لازم يعني لازم تشتغل يعني في. فانا خلاص كنت ساعتها ماسك الترسانه. قدمت السي في. قدمت السي في. فطبعا هم حتى في الاختيارات عاملين بوينتس. لعبت قد ايه ولعبت في المنتخب ونادي ضربت مين، وبعدين السي في بتاعك كمدرب. فانا كان اغلب شغلي بره مصر. يعني واخد بالك ازاي؟ فجابوا ناس يعني معلش بقى ايه؟ يعني انت مثلا في اللعب لعبت اكتر منهم. في التدريب عندك كواليفيكيشن اعلى منهم بكتير. ومع ذلك اختاروهم. يعني حتى ساعتها حصل مشكله بيني وبين حد، قلت له طب يا اخي طالما انتوا بتقولوا على فلان ده مدرب واعد وكويس. ليه بتجيبوا ناس تانية معاه؟ ما خلاص عينوه. انما ليه تعملوا الاختيارات وفي الاخر تاخدوا اللي اقل في كل البوينتس اللي انتوا عاملينها؟ صحيح. هقول لك على حاجه. انا كنت بزعل جدا جدا والله خالد لما كانوا بيحطوا الكابتن حسن شحاته في مقارنه مع اي حد. معلش يعني في اخر خمس ست سنين في اوقات كده كان بيعملوا مقارنات، كان يقول لك ايه المرشح لتدريب منتخب مصر. يا اخي انت عايز تجيب واحد، ما تجيبش سيره حسن شحاته معاه. صحيح. لان حسن شحاته ما ينفعش دلوقتي الاثنين المدربين المصريين اللي ما ينفعش يقارنوا باي حد، الجاري وحسن شحاته. ما ينفعش. انت عايز خالد تجيبه، خلاص قول خالد ده احسن مدرب في مصر. تمام يا كابتن. كابتن محمد، لا الديمقراطيه حلوه عندنا في مصر. ديمقراطيه؟ اه. انت عمرك ما ضربت منتخب؟ لا مش عايز بالطريقه دي، انا مش عايز. واسطه؟ هي مش واسطه كمان، يعني تيجي دراسات يقول لك فلان معهوش دراسات ماسك منتخبات. في ناس زي ما هشام قال بيتخلق لها مسمى بوزيشن عشان هو صاحب فلان او ماشي مع فلان او في بيزنس مع فلان. حبيب الكره ايه؟ استنى خالد اقول لك على حاجه كمان. اثناء الطاوله اللي بيختاروا فيها المنتخبات، انت عايز واحد وخالد عايز واحد بتتقسم مش عارف ايه، فانت تسيب لي ده حط لي ده. ملهمش علاقه بتتقسم بالسي في، ملهمش علاقه بالخبرات. حصل في سنه من السنين طبعا، ويمكن قريب قوي، لما يختاروا مثلا مدير فني اهلاوي لازم يبقى مع حد زملكاوي او العكس. والله او العكس ولا حاجه. غلط يا كابتن طبعا. انت النهارده عندك اربع منتخبات مثلا، خلاص انت عايز تدي اثنين اهلي واثنين زمالك، هو يجيب جهازه اللي يرتاح معاه. لا ما حدش بيجيب جهازه، ما هي دي هم مختاروا له. صحيح صحيح. للاسف يمكن يعني طول ما الدنيا ماشيه بالمجاملات عمر الكرة ما هتتقدم. يعني انت في النهايه بتجيب الكفاءات اللي تقدر من خلالها تطور شكل الكرة في مصر. نتمنى ان الخبرات والسي في والخبرات المتراكمه هي اللي تكون يعني النافذه اللي من خلالها يقدر يوصل المدرب لتدريب منتخب كبير. عايز اقول لكم بدون ذكر اسماء، الفتره الاخيره دي كان في خناقات بين لعيبه كبار يعني كانوا دربوا منتخبات مصر، فبقوا بيتخانقوا مع بعض ومع حازم وبركات عشان ما جوش منتخب مصر ومنتخب شباب. فانا قعدت اتساءل مع نفسي، طب انت كمدرب انت جامد قوي، طب ما تدرب فرق في الدوري. طيب هو انت لازم تدرب منتخبات بس؟ يعني انت دربت شباب، دربت اولمبي، دربت طب يعني ابتدي بقى درب مقاولين، درب داخليه، درب بيراميدز، يعني الطبيعي يعني طب انت جامد، الانديه ما بتجيلكش ليه؟ ما انت بتتكلم في حاجه صح. معظم المدربين بتوع المنتخبات ما بيمسكوش انديه، دي حاجه غريبه جدا خالص. حاجه غريبه جدا يعني، فين مش عايز يمسك غير منتخب على فكره، لان هو اتعود على كده. مش هو مش عيب فيه، العيب في اللي بيجيبه. ايوه بس ده طموحك،
طموحك انت كمدرب، عندك طموح ان انت بتعمل كارير لنفسك، فبتبتدي خطوه خطوه. هو عايز استقرار، مفيش استقرار في اي فرقه الدوري. فقال لك قبض حلو يا عم، نيجي نتفرج على الماتشات. اربع سنين قبض حلو ونتفرج على الماتشات. صحيح. نطلع لفاصل ونرجع بقى نبتدي تحليلنا للاسبوع الثاني من الدوري العام المصري. يلا بينا. أمس السبت على منافسات الجولة الثانية من عمر دوري نايل المصري للموسم 2024-2025، حيث تتوقف المسابقة لحين عودة مبارياتها في 22 من نوفمبر الجاري عقب نهاية فترة التوقف الدولي. وشهدت مباريات الجولة الثانية ندية كبيرة بين جميع الأندية المتنافسة، حيث انتهت 6 مباريات بالفوز وهيمن التعادل على نتيجة 3 مواجهات أخرى. واحتفظ كل من الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري بالعلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب المسابقة بعد نهاية الجولة الثانية برصيد 6 نقاط لكل منهم، في حين استمر حرس الحدود الفريق الوحيد حتى الآن الذي لم يتمكن من حصد أي نقاط، وتزيل جدول الترتيب بلا رصيد. بطاقات صفراء أشهرهم حكام الجولة الثانية خلال 9 مباريات للجولة الثانية في ظل اختفاء الكروت الحمراء تماماً عن هذه الجولة. تراجع تهديفي شهدته الجولة الثانية من عمر الدوري الممتاز، حيث سجل 15 هدفاً فقط بمعدل 1.6 هدفاً في كل مباراة، بعدما كانت الجولة الأولى عامرة بالأهداف ووصلت إلى الرقم 21. وجاءت الأهداف ال15 بواقع 7 منهم في الشوط الأول و8 في الشوط الثاني، وكانت مباراة طلائع جيش ضد غزل المحلة هي الأكثر تهديفاً، حيث سجل خلالها 5 أهداف. وتم احتساب ركلتي جزاء خلال الجولة الثانية، وسجل منها كل من علي فوزي لإنبي وجودوين أكوارا لطلائع الجيش. أما عن معدل تسجيل اللاعبين الأجانب في الجولة الثانية فبلغت نسبة ثلث الأهداف المسجلة بالجولة، فزار المحترفين الشباك في 5 مناسبات من أصل 15 هدف. وعن صدارة الهدافين، امتلك 7 لاعبين هدفين تصدروا بهم القائمة، وهم ثلاثي الأهلي وسام أبو علي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وناصر المنسي مهاجم الزمالك وأحمد عاطف قطة لاعب بيراميدز ومحمد هلال لاعب البنك الأهلي ومحمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة. ورجعنا لكم مرة أخرى، وتعالوا كده سريعا نروح لنتائج الأسبوع الثاني من الدوري العام المصري 2024-2025، واللي أعتقد الأسبوع الثاني كان أقل متعة وإثارة من الأسبوع الأول. يعني كلها نتائج قد تبدو منطقية. يعني طلع الجيش كسب المحلة غاز محلة في المحلة، واتحاد سندري كسب حرس حدود 1، زيد اتغلب من الأهلي، سموحة اتغلب من الزمالك 2، بتروجيت ومودرن تعادلوا 1-1، بيراميدز كسب ام بي 2-1، البنك الاهلي فاركو تعادلوا، مصري والجونه تعادلوا، سيراميكا كسب الاسماعيلي 1-0. كابتن خالد، نتائج منطقيه؟ يعني بنسبه 80% منطقيه. يعني لو اتكلمنا مثلا على غزل المحله وطلائع الجيش، ده على فكره من الماتشات اللي كان ماتش حلو قوي، في 5 تجوان. طلائع الجيش لعب مباراه كويسه جدا، وغزل المحله برضو لعب ماتش كويس، ولكن نتيجه منطقيه. يعني خبره طالع الجيش ووجوده في الدوري الممتاز بقاله اكتر من المحل لسه طالع، وبرده عنده طالع الجيش عنده لعيبه امكانياتها كويسه. الماتش ده كان من الماتشات الحلوه، فبس انا شايف النتيجه على حسب الاداء اللي انا اتفرجت عليه كانت نتيجه مستحقه لطالع الجيش ان هو يكسب. كابتن هشام، كانت نتيجه مستحقه، مع ان المحله مش عايز اقول لك كان ضاغط فريق طالع الجيش بشكل هيستيري. كنت بحلل المباراه ديت، والمباراه دي كانت فيها اهداف كبيره، والمحله ضيع اكتر من 6 جوان. عبد الرحيم طلع يعني 3، احسن واحده اللي هي صدت الموسم،
اللي هي بتاعت او يعني عبده يحيى عملها غمزها كده برجله يا كابتن. اه شوف تحفه دي مش طبيعيه تحفه دي في الوقت قاتل كمان في الشوط بس التاني. على فكره الماتش ده كان فيه ضرب الجزاء يعني من وجهه نظري كانت مستحقه لغزل المحل. اه بس يعني هو رجع للفار وما يعني الفار قال له لا مفيش حاجه هنجيبها لكم وانتم تعلقوا عليها وكده لكن دي من احلى الماتشات فعلا في ايه رايك في الهدف ده؟ جميل جميل ده الهدف ده يعني ده خطا بقى ولا ايه ولا هي اصلا يعني اصل هي المفروض ده يعني مش صعب قوي يعني بص 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 هي عدت جدوان شيكا هو كان قايل جدوان اصلا فراحت طبعا اللي جاي ورا مع بكسل بس كويس التكمله دي يا خالد احنا في الكوره لازم يبقى فيه تكمله عدديه وهو ده اللي بيلعب عليه الاهلي والزمالك التكمله العدديه انت لو تلاحظ زمان او يعني موسيماني كان بيخلق رقم 8 ده ان هو يخش جوه الصندوق اللي هو كان عمرو شوليه في وقته كان ديانج في وقته حمدي فتحي كان في وقته النهارده هو ديك بتشوف اهو دلوقتي كل الناس بقت بتشتغل بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي يعني دي ضربه جزاء اللي اتحسبت وصحيحه وصحيحه صحيح جت في ايد صحيح جت في ايده كان بين حموده بس انا عايز اقول لك حاجه كابتن مع كل احترام والتقدير للحكام يعني يقول لك الايد مبرره والايد مش مبرره انا شايف ان هو مش شايف الكره اساسا يعني بص هو حسب اول ما جت في ايده هو ايوه بس هو مش شايف الكوره اللاعب يعني ما فيهاش بس رافع ايده يا خالد ايوه هو رافع ايده ما هو الطبيعي ان انت بتعمل تكف يا هشام مش هطلع من ايدي بس كده يا هشام ما انت لازم ارفع كده ايه مش هرفع كده هرفعها قدامي وانا بطلع بعمل كده الكابتن ايه رايك كابتن في المباراه دي المباراه كانت قويه جدا وطلع الجيش عجبني لان طلع الجيش اتظلم يوم ماتش المصري لما اطرد منه لعيب ولعب فتره طويله جدا ناقص وبيلعب فرقه المصري كويسه فالماتش ده انا اتفرجت عليه ماتش كان مفتوح الفرقتين كانوا عايزين يكسبوا وده عمل متعه قويه جدا للمباراه فيها 5 اهداف فيها هجوم من الطرفين كان اللعيبه عندها جراه في الهجوم فانا اتبسطت جدا من الماتش ده طبعا هارد لك المحله وبس سمعت بعد الماتش ان ما احمد عيد عبد الملك هيمشوه الكلام ده يا جماعه كلام فاضي بدري قوي كلام فاضي يعني ده وقال لك محمد عوده هيجي مكانه يعني يعني الفرقه لعبت كويس جدا يعني احنا ما بنجاملش المحله المحله لعبت ماتش كويس قوي كانت ممكن تكسب وطلع الجيش لعب كويس فالماتش طلع 3-2 يعني بس ما خدتوش بالكم من حاجه في الماتش ده ايه الملعب المحله بقى عالمي لا 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 ده لسه شفت الشاشه كمان ده على مستوى عالي جدا لا حاجه محترمه قوي انا اشتغلت في المحله وليد خليل اعتقد وليد خليل هو اللي عامل كل ده طبعا المحله ده زمان بس بص الملعب كانت ملعب ما كانش كده في المحله لا خالص والكراسي والكراسي اللي اتحطت كان دايما ابيض كده و جميل طبعا جميل بقى فانا بقول المباراه كانت ممتعه انا بقول استمتعت بيها طبعا شفت ضربه الجزاء اللي انا بقول لك عليها دي بس يعني برضو ايه عايزين نعيدها لان طبعا هعيدها لك كابتن اتفرجت على كابتن محمد على الماتش ده اتفرجت واستمتعت و تضربت المحله كابتن صح غزل المحله والبلديه في تغيير كبير جدا جدا في الهيكله بتاعه المحله في غزل المحله من ناحيه الاستاد عشان كده هم ممكن يكونوا مصدومين شويه من اول نتيجتين يعني الاسماعيلي تعادل مع الاسماعيلي والاسماعيلي ضيع اجوان في الاسماعيليه مع ان فرقه الاسماعيلي يعتبر من اقل الفرق دلوقتي موجوده يعني كسكواد يعني بس هو بس حتى النظام الجديد اللي اتعمل ده مخوف بعض الناس بس عايزين مجالس الاداره ده في 2 بس اللي هينزلوا السنه دي بس ثلاثة. لو انت رحت في العشرة اللي تحت انت مالكش لازم خلاص بيت الدوري يعني هتطلع تاني ولا هتنزل لكن عايز اقول يهدوا ليه الدوري لسه طويل وطالما انت جبت مدير فني عن قناعه هو اللي صعد صرف النظر مش بتكلم على المحله بس لان بعد كده هتلاقي كل واحد بيتعادل او بيخسر هنغير بس ده انا بحمل مجالس الاداره اللي سايبه ودنها لسه مصره لسه مصره اللي بمزاجها ممكن تتغير في نفس الاسبوع لا يا راجل في بعض الناس يبقى شغل في مصره ده طبعا يا نهار بيقعدوا يكلموا الرئيس النادي وده لازم يمشي وده احسن منه طبعا ده اللي مبوظ الكوره بقالها فتره انت عارف كمان انت عارف كابتن خالد انا لاحظت حاجه والله العظيم ما بهزر كل سنه قبل يناير ما يجي تلاقي 5-6 مدربين مشوا و5-6 مدربين جم ويجيبوا 7-8 لعيبه معاهم. انت خدت بالك؟ في يناير يعني انت دلوقتي عندك فتره انتقالات. ايوه. ففي نتائج ممكن تلعب 4-5 ماتشات في يناير 6 ماتشات لغايه يناير يعني مش 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 عدد يعني فاهم قصدي؟ فتلاقي مدرب يمشي وتفاجئ ان المدرب مشي وتلاقي الطبيعي في الانتقالات الشتويه ده تجيب لاعبين يعني 3 بالكتير قوي. في انديه بتجيب 6 و7
وتلاقي الوكيل هو اللي جايب المدرب وجايب اللعيبه معاه، وكان اللي هي الايه عارف الشروه، عارف الفول في رمضان الشروه على بعضيها اللي هو لا في موسم موسم لازم نطلع بفلوس في في السحور يعني فاهم، الفول والطعميه وكده بالليل، فنفتح شادر كبير وكبير وهنعمل انا بحس كده في انتقالات يناير دي، هي ما هي كده، هي يعني شبوبه استراتيجيه بتاعت يناير سته، مين اللي هيمشي ومين اللي هيجي، واللي هيجي ده لازم يبقى على هواي انا كوكيل عشان لما اقول له خد ستة سبعة لعيبه ياخد ياخد لغايه بقى نجح فشل هيمشي برضه. شاب انت كنت يعني تاريخك وحياتك وتفكيرك تبقى مدرب، ايه اللي حصل؟ لا ما هي بص شخصيتك مش راكبه مع الوكلاء ولا ايه؟ هي لا كانت نقطه فارقه يعني، انت في الفتره دي انا سافرت واشتغلت على نفسي واخدت ادارات من اوروبا اللي هي اللايسنس اللي هناك، اللايسنس بي كنت واخدها اتحاد اوروبي واشتغلت وكنت عايز ده، بس فعلا زي ما انت بتقول بقى لازم علاقات مجاملات الدنيا تيجي تعرف حد، فلقيت نفسك ان انت قاعد في البيت لان لسه ببدا حياتي يعني، عندي 34 سنه مش عارف ادرب انا بهزر 34 سنه. طب اقول ماشي اشتغل ناشئين، اشتغلت في الاهلي 5 سنين ناشئين واشتغلت، فالمفروض اسمك بيعلى نتائجك بتدي لك برده باور يعني. اشتغلت في المصري وجاسكو مع كابتن علاء ميهوب وبعد كده قعدت امتى بقى وانا عندي 36 سنه 36 ما فيش، فجيه الحمد لله لقيت نفسي في الكارير الاداري الحمد لله ما فيهاش سمسرة يعني يعني الكارير نروح تعالى نشوف بقى نتفق يعني شوفوا كده كل واحد يقول 36 16 سنه يعني انت تشتغل تدريب 66 سنه اداره احسن دخل في ماسك هو اكاديميه زد طبعا. طب رايكم ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ تعالى نشوف الحاله كده وهتالي من الزاويه اللي انا بقول لك عليها، هتالي هنا او هنا ورا ما بلاش فول سكرين، شايف انت كده اهي. بص حتى امين قال له ضربه جزاء، هو قايل له لمسه يد اهو، لا 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 دي ضربه جزاء، دي ضربه جزاء، لا لا بالدماغ دي ما اتحسبتش يا هشام، دي ما اتحسبتش، لا دي اتحسبت، لا انا مش دي، انا مش عايز دي يا جماعه، ايوه انا بقول لك دي اللي اتحسبت، انا بتكلم على بتاعه غزل المحله يا ياسر، ما احنا جبنا دي اللي هي في الشوط الاولاني تقريبا، الشوط الاولاني في واحده يعني طلع عبده يحيى بدماغه وراح لعب الكره بدماغه، التاني اداله بالدماغ اللي اتخيطوا فيها، قالوا اتخيط فيها تلات غرز وبعد كده ولا الفار قال حاجه ولا امين عمر قال حاجه، يعني حاجه غريبه جدا يعني. شفتها دي يا كابتن؟ لا بس دي ضربه جزاء، ايه لو فيها تداخل بالراس بعيد عن الكوره صرف نظر في دم وما فيش يعني ده القانون بيقول لك كده ضربه جزاء طرد. لا ده بص يا كابتن، لا ده انت مش هتصدق والله، ضربه جزاء انا عبده يحيى طلع بدماغه كده والتاني راح مديله بروسيه كده بعد ما لعب الكوره، كوره طيب بص ما تجيبوا واجبوا عنا يا جماعه، لا في دم، هي جت هنا خالد ده ما فيهاش حاجه، دي ما فيهاش حاجه ما فيهاش حاجه كابتن، تلاحم لا 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 فيها في راس في راس اهي، لا 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 شوفها دلوقتي يا عم، مش راس في راس استداني، في زاويه الكوره لو في زاويه هتجي لك، في زاويه هتجي لك هتبين لك، بص اهي ما فيهاش حاجه يا راجل، بص 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 في زاويه هتجي لك والله هتبين لك، ده باينه ان هو لعب الكوره والتاني دخل بدماغه، اداني ما لمس الكوره خالص، بص 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 هو طالع تيك اوف يا خالد، بص بص اهي استنى مش عارف دي اللي هتبين ولا شايف يا خالد، هو مش شايف، هو بص على الكوره، الاثنين باصين على الكوره، ده لاعب مش شايف اللي ورا، ما فيهاش حاجه ده لاعب الكوره والتاني لعب بدماغه، ايوه بس بص يا هشام اللي جاي من ورا ده هو اللي شايف، بص ده لاعب الكوره خلاص، شافش الكوره، ما ده فريد شوقي ضرب راسه، ايوه لازم ضرب الجزاء، طالما فريد شوقي ضرب محمود المليجي. طيب نخش على الماتش الثاني، الاتحاد السكندري والحرس، والاتحاد بقاله سنتين في توه، اول ثلاث اربع ماتشات يجيب 9 نقط بس، اهم حاجه الاستمراريه يعني، بس هو كويس يا خالد كابتن محمد في الماتش ده كان كويس يستحق الفوز الاتحاد بس يعني انا بس من وجهه نظري بيلعب اقل فرق الدوري، لا هو هي 3 نقاط مش لان اصلا الاتحاد في اسكندريه بيبقى صعب جدا، بيبقى عليه ضغط من الجماهير فنكون ان يكسب دي حاجه كويسه، وعلى فكره عنده 6 نقاط يعني من ضمن الثلاثه الاوائل صح، ما هو زي الزمالك زي الاهلي وانا معاك ان كل سنه بيبقى الاول حوالي 7-8 اسابيع وبعد كده متهيألي هم دول الثلاث فرق بس اللي كسبوا ماتشين صح؟ صح الاهلي والزمالك والاتحاد عندهم 6، حتى بيراميدز اتعادل مع بتروجيت بس ده على فكره يعني لما مش عارف اتكلم ولا، بتروجيت من افضل الانديه اللي بتلعب كوره في الاسبوعين طبعا، بتلعب كوره طبعا وتعادلت مع فرقتين اقوياء جدا 10 على 10
بص الاوفر ده جون حلو قوي، فادي فريد هو ده. بس بقول لك الاوفر، الاوفر يا كابتن هو اللي مخليه يجيب جون، ولا أيوة. التحرك ولا التحرك راس الحرب كريم الديب عملها، ده اللي هشام اتكلم عليه، قال لك التحرك والاوفر هو الاوفر بس جول. التمركز المدافعين صعب قوي، الاوفر جول هو ده طبعا اللي بيفرق ماسك الفرقه الكابتن محمد يوسف. ده لسه ماتش الاتحاد والحرس ده. نروح بقى للماتش اللي بعده. خلي بالك هو النادي الاتحاد عنده الاهلي الماتش الجاي، فدي يعني هو كسب ماتشين اهو والله جاي الاهلي، يعني الاتحاد اللي كسبان منهم ياخد 9 نقط في القاهره كمان يا شباب، في القاهره كمان، في القاهره زد اف سي هيلاعب بيلعب النادي الاهلي، وفوز النادي الاهلي بهدف طاهر محمد طاهر. اكيد كلنا اتفرجنا على اللقاء دوت. كابتن احمد ابتدي بيك يا كابتن، اتفضل. طبعا اتفرجت على الماتش، وفريق زد لعب مباراه كويسه، بس ما عندهمش مشكله حلاوه الاداء، لا ما عندهمش المهاجم اللي يخلص، هو بيحبوا يحتفظوا بالكوره، احتفظوا بالكوره فترات طويله جدا، وكانوا ند للنادي الاهلي، ولكن ما عندهمش يعني. حتى يومي في الماتش ده ما لعبش المهاجم اللي كان في الاهلي وعندهم اسمه ايه، شادي حسين. شادي حسين حتى انا فوجئت ان هو مش موجود في التشكيل الاساسي، مع انه هو الفرود اللي فيه الريحه بتاعت الفراوده اللي موجوده. انما مباراه كانت قويه جدا، الاهلي فاز، انما زد كان مقدم مباراه جيده جدا جدا جدا، وبالتالي لو حسنوا النواحي الهجوميه عندهم هيبقى لهم شان في الكوره. كابتن والله انا مع احمد في حاجه، ان زد احسن، كان احسن من الاهلي ده يا كابتن. والله انا بالنسبه لي ليه مش استحواذ ولا لعبه، انت بتلعب ضد الاهلي او الزمالك، في ناس 50% بتقل او بتخاف، هم لعبوا كويس وليهم ضرب الجزاء، يعني ما اعتقد مش عارف هتفوق، هنجيب هنكمل فيها بعدين لكن هم فرقه كويسه، ينقصهم ان يعرفوا يجيبوا جوان للنادي الاهلي. ليه بقول لك مش كويس او ازاي الماتش الاول كسبان 5-2، فالمفروض ان في تحسن في الاداء. هو اعتمد على الخمسه، عنده ثقه كبيره انه هيكسب، لكن زد من الفرق اللي متعبه جدا، زي سيراميكا كده مثلا، متعبه جدا في الملعب، عندها لعيبه كويسه تسحب وعندها سرعه، لكن مشكله راس الحرب عندها دايما لو ما لعبش شادي بيخلوا واحد من الاجنحه بيخش يلعب، وده اللي حصل الماتش اللي فات. كابتن خالد، النادي الاهلي يعني ابتدى الماتش كويس، طاهر محمد طاهر جاب جون في الدقيقه 10، وده كان المفروض يفتح اللعبه بالنسبه لي، ان الماتش هيتفتح والنادي الاهلي يقدر يحرز اهداف اكتر، لان المباراه هتبقى مفتوحه. ولكن يمكن الثقه برضو لعيبه النادي الاهلي كان عندها شويه ثقه ان هم هيكسبوا الماتش. خد بالك خالد، اللعيبه بتحس دلوقتي امكانياتي انا وامكانيات اللي بلعب قدامه، انا احسن، يبقى في شويه طمانينه شويه ثقه. النادي الاهلي وصل برضو للجون، ضيعه اهدار برضو الفرص، في فرص كانت المفروض ان هي تيجي جوان برضو، في ما كانش فيها توفيق. يمكن الهدف اللي جه كمان بتاع طاهر هدف حلو جدا، واحلى حاجه ما فيه اللي هو الاسيست بتاع عمر كملعب لواحد، ازاي لعب بدل ما يلعب بالعرض في الزحمه، ازاي وتحرك طاهر كمان، ده هو اللي بصاله يعني. وطاهر متحرك ومفضي نفسه. فزد عمل ماتش كويس، ولكن زد وسيراميكا الفرق دي عشان ما عندهاش جمهور بيأدوا كويس بس مش هيكسبوا. يعني وانت قاعد بتتفرج بيأدوا كويس، بس بيبقى عندك قناعه مش هيكسبوا، لان ممكن بيجي في وقت من الاوقات بتلاقي. طب بص يا كابتن، بص يا كابتن زيكو، يعني زيكو المفروض راجع يدافع، بص قطع اهي، بص وقف خالص بقى، بص طلع بره اللعب، وقف خالص هو لو مكمل ومكمل الدفاع كان راح مع زيكو مع طاهر محمد طاهر، وكان منعه من احراز الهدف. بس برضه الهدف ده علي لطفي بيتحمل فيه، لانه الزاويه بتاعته طبعا في الزاويه الضيقه المفروض هو اللي واقف فيها. كابتن هشام، لا انا اول مره اكلمك بقى وانت نجم الاهلي ومدير اكاديميه زد. لا انا بختلف مع كابتن صلاح، لان الاهلي عمل ماتش حلو قوي زي ما قال كابتن خالد، بدا بدايه كويسه جدا، لولا الفرص اللي ضيعها الاهلي كان ممكن النتيجه توسع. الكره دي العارضه بتاعت يحيى اعطيته الله دي تحفه. لا في كور في الشوط الاولاني الاهلي لا بيوصل بجمل تكتيكيه بنظام بضغط عالي، الاهلي كان بيلعب ضغط عالي وبيقطع الكره الثانيه على طول. 1-0 دي بتبقى رخمه. ليه 1-0 اللي هو ممكن في اي ثانيه معلقة. هي دي. هو فعلا زد كان في الشوط الاولاني ما كانش موجود بالشكل الكبير احنا كنا معتاد عليه، يعني مضغوط. الاهلي لعب 6 ماتشات، ده كان سادس ماتش للاهلي، فاللياقه البدنيه عاليه جدا. هو ده كان تاني ماتش ليه في الدوري رسمي، انا بتكلم عن الماتشات الرسميه يعني. فانت بتتكلم في واحد فرقه كبيره، فرقه قويه نازله، كل واحد النهارده العين عليه، ان الراجل عايز محمد اسماعيل ولا مصطفى العيش ولا زيكو ولا البنوبي،
فكل واحد حاطط في حسابه ان انا ابقى يعني مكسر الدنيا عشان الراجل يختارني بين في موسم الانتقالات او لو في نيه للبيع يعني. فده شد من اعصابهم قوي. لكن الشوط الثاني الاهلي مع كثره الاهداف اللي ضيعها هتحس ان الاهلي هيكسب برضه في اي وقت. لا وده غلط. 1-0 دي معلقه ممكن في ثانيه زي ما احنا شفنا بقى اخر ثلث ساعه. زد رجع مجدي عبد العاطي بصراحه ادار المباراه بشكل مميز، غير تغييرات اللي الكابتن احمد حليم والكابتن خالد اتكلم عليها كابتن صلاح، ان شادي حسين بقى نزل ونزل خمسه كويسين جدا فعلا. من هنا بدات النقله شويه، بدا زد يضغط من فوق بيحاول يرجع للمباراه. كان الاهلي حصل له برده اصابات يعني اصابات، الراجل اضطر ان هو يغير لعيبه، فدي فرقت شويه. مع ان انت بتضيع كتير دي بتبقى مشكله يا خالد. انت النهارده المفروض لو بتكسب بكثره في الاهداف اعتقد ان خلاص انت بتقتل المباراه يعني. طيب كابتن نروح للحاله الجدليه اللي هي التحكيميه دي ونشوف وجهه نظر نجومنا معايا. تعال نبتدي بيك كابتن احمد. اللي هي ضربه الجزاء يعني؟ نبتدي بيك. بص وجهه نظرك ايه؟ بص يا خالد انا دايما القياس بالنسبه لي شفتها قبل كده في ماتشات كتير جدا بتتحسب. خلاص يبقى دي ضربه جزاء بالنسبه برضو للحاجات التحكيميه بتاعت مصر. دي كره ضربه جزاء. ضربه جزاء. تمام. ماتش الاهلي والزمالك ضربه الجزاء اللي اتعملت على اكرم توفيق نفس الحكايه. ضربه جزاء. فدي ضربه جزاء ما اتحسبتش خلاص. كابتن محمد. لا ضربه جزاء. ضربه جزاء. هتختلف معايا؟ كابتن خالد. لا ضربه جزاء لان مهاجم بيراميدز هو اللي وصل للكره الاول. يعني رجل مهاجم بيراميدز زد سوري وهو وصل للكره الاول ولعب الكوره وبعدين كوكا مكمل في رجله فطبعا ضربه جزاء واضحه. بص هي المعايير مش مفهومه يا خالد. ما هو نفس الكوره ديت فاول لعمر جابر خد هو فاول واتحبست على فريق سموحه. هو دي غلط. ما هي المعايير فين؟ لا انا بقى معايير. لا معاييرك انت. معايير انا؟ يعني الحكم معاييره ينزل هو اللي يقرر. لا انت معاييرك انت الكوره دي ايه؟ انا ركله جزاء والثانيه برضه فاول مش على عمر جابر. جبت حاله امبارح مش عارف شفتوها ولا لا. جبت حاله امبارح شوفها كده بتاعت كاس الامم الافريقيه. مصطفى محمد. مصطفى محمد. طيب ما انا عارف يعني نفسها. لا وبتحصل كتير. هي بالظبط شفتها يا كابتن؟ تعالى ورينا بتاع كاس الامم كده الافريقيه. يعني نفس الحاله بس هي في النهايه الحكام انا مش اهي هي هي كابتن صح؟ حاطط رجله الاول شبهها شبهها يعني هو حاطط رجله الاول والتاني داخل شايط مصطفى وصل للكوره. مصطفى محمد وصل للكوره واخد الكوره لمسها الاول زي دي وبعدين الباك مكمل في رجليه زي ما هشام قال. يعني بالنسبه للكوره بتاعت زد لا ضربه جزاء. طيب تعالوا ايه مين كابتن هشام كان عايز حاله مو عايز الحاله اللي تعالى هدونا الحاله الحكام يبقوا عارفين. انا نفسي الحكم يا خالد منظومه النهارده بقت صعبه جدا عليهم والضغوط عليهم صعبه. نفسي الحكم اوعى تكون الحلقه اوعى تكون بتاعه براوليه. لا لا بتاعت مصطفى سعد ميسي. لا انا واحده شفتها دي في حالتين اللي جابوا ايبون ده. لا ما في حالتين يحيى عطيه الله فجره دي لا اتالي دي يحيى عطيه الله ده جابوا حالتين. انا اصلا ما ادريش الزمالك وسموحه ماتش الزمالك وسموحه انا جايب له اهي دي بتاعت السنه اللي فاتت هي وسبحان الله عشان بس الناس اللي تعرف ان انا مش مع الاهلي ولا ضد الاهلي. كره زي دي ما دي رايح انفراد من نص الملعب فايه المعايير. بص شوفها كويس بس عشان ياسر جبالك. بص اهو قطع الاول الكره هو الثاني لسه بيوقفها عليت راح قطع الكره من قدامه راح انفراد حسبها فاول على مين؟ على عمر كمال صح. طب ازاي انت عايز بقى بتطالب ان الاهلي يبقى عليه ضربه جزاء صح؟ ايه المعايير يا جماعه؟ مش تطبيق قانون مش تطبيق قانون بس انا عايز اقول وقفه الحكم بقى هشام هشام احنا لعيبه كوره تمام في لعبه غير لعبه. بمعنى يعني انا مثلا ممكن الكره انا جاي بوقف الكره كده فانا والكره قدامي كده ممكن اروح موقف الكره ونزل على رجلك كده. انت شفت القدم لا انا بقول لك لا انا بقول لك مثلا وفي واحده تانية الكره بيني وبينك فانا باخد الكره قبليك فانت تروح شايطني في واحده تانية الاثنين يشوطوا بعض يعني قصدي ايه في حالات لازم تجيب الحاله تكون شبهها اللي انا بقطع قبليك طيب وانت بتشوط رجلي دي شبهها يا خالد يعني انا مثلا اقول لك حاجه انا جبت واحده مع الفارق يعني حمزه المسلوسي في 5-3 جاي يشوط الكوره بيشوط الكوره كده فجاه عمرو السلام من وراه هو مش شايف بينالتي فراح مسك الكوره راح شايط صدر صح قصدي خد الكوره من قدامه وراح شايط عمرو السلام اتحسبت بينالتي ليه؟ كل حاله بيبقى مختلفه. انا شايف اللي بيلحق الكوره الاول
وما يكونش داخل ببوز رجله يعني مش داخل اللي هو يعني بتلحب على رجلك كاتم يعني كاتم طيب يعني بتاعت عمر كمال دي معلش بتاعت عمر كمال دي انا موافقك رايح انفراد بتاعت عمر جابر امبارح موافقك هي دي انا بس بقى ياسر كمان يجيب لنا بتاعت عمر جابر ان هي ما لا ما هو ماتش الزمالك جايبين الحالات بنجيب الحالات طيب نروح بقى بتاعت عمر جابر اهي هي هي ده اللي لحق الكوره الاول ايوه صح لحق الكوره وانا موافقك حسب ايه انا موافق فاول لعمر جابر ايوه غلط طيب بس بقول لك ايه بقى فيه؟ الحاجات دي بقى بص عشان احنا برضو لعيبه كوره مش سهلين يعني يا كابتن اعمل لا خليه يرجعها شويه هو شايط لا يا كابتن مش هترجع يا ياسر بعد اذنك اللي لعب الكوره الاول او عبد الكبير الوادي بس هو نازل يعني هو نزل على رجله ولا طلع برجله فوق انا خدت الكوره الاول يا خالد برضه ما هي هي لا بص في فرق ان انا باخد وانزل على رجلك وانا رافع رجلي خالد لا هي هي يا خالد اهو ده لمس الاول قبليها عمر جابر لا هو لمس وشاط رجله هشام والله لا 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 هو لمس الكوره خالد هو لمس الكوره وعمر جابر مكمل في رجله بتاع نشوفها تاني شوفها تاني بالراحه كده لا خالد لا حط الاثنين معايير زي بعض انا بص لا هو شاط الكوره ونزل على رجله بص كمل بالراحه خد الكوره بص خد الكوره الطبيعي اللي ينزل يا خالد طالع عمر جابر مطلع رجله هو راجل على رجله اهو يا خالد عمر مطلع رجله بقى انا موافق الثانيه يا كابتن كان رجله طلع لفوق يعني الثانيه لحته الثانيه بتاعت رجله كده بص يا كابتن انا بقطع رجلي وانا طالع رجلي كده انا بطلع رجلي كده فانا بطلع رجلي كده الثاني شايط كده في فرق ان انا طالع وفي واحده بينزل كده ايوه بيخبط كده الوضع الطبيعي وانا خدت الكوره الاول الوضع التشريحي بتاع جسمي ان رجلي هتنزل طب مش عشان اضرب عمر جابر عشان جابر لا رجلي هتنزل انا موافق انما بص على رجل عمر جابر طالعه هو شاط اللعب بتاع سمر تمام بس انا لو انت شفت بتاع بص لا بتبص يا كابتن بص انا طالع رجلي طالعه لفوق اهي فوق اهي انا طالع لفوق وهو اللي جاي عليا من تحت فهمت قصدي يعني في فرق بان انا رجلي طالع بشوط طالع لفوق مش نازل عليك أيوة. انا طالع لفوق وانا اللي شايطك اوكي في فرق ان انا بروح لاعب الكره وانا اللي نازل عليك فهمت قصدي يا كابتن هي دي والله ما بهزر انت شفت الرجل اللاعب رشيد ده هتلاقي رجله طالع لفوق بص اهي طالع لفوق يعني هو مش رايح لها طلع لفوق الطبيعي انه هينزل هو كمان هو ما نزلش لسه ماشي هو طلع الرجل اللي جات له هي رجل نبيل كوكا لانه كان شايط عشان كده بنقول بنت يا جماعه الجدل لذيذ جدا يا جماعه يا جماعه الحكم بينزل دي ثقافه بصوا بس خلاص بقى عشان الموضوع ما دي ضربه جزاء وبتاعت عمر جابر ضربه جزاء خلاص لا عمر جابر كانت فاول لا القياس حتى لو جوه انا كنت هقول لك ضربه جزاء بس برضو في حاجات بتتحسب على المزاج وفي حاجات لا صحيح خلاص يعني عامل اخر يعني طيب تعالوا نروح لماتش طب يلا نروح لفاصل ونرجع لماتش الزمالك وسموحه عشان كمان برضو مليان حاجات المره دي بقى خطوط الفار ما نزلتش خطوط تقنيه الفار ما نزلتش بسم الله ما شاء الله يلا بينا رجعنا لكم مرة أخرى ونروح لمباراة سموحة زي ما الأهلي قدم واحدة من أسوأ أشواط أمام سيراميكا في بداية الدوري أنا معتقد أن الزمالك قدم واحدة من أسوأ أشواطه مع جوميز الشوط الأول أمام سموحة اللي سيطر سيطرة تامة وعمل كل حاجة في الكورة رغم أن أول دقيقتين ناصر منسي بيستفيد من خطأ متكرر من الهاني سليمان يمكن ثالث مرة بيعملها دي الهاني سليمان ممكن كابتن احمد ايه رايك في الماتش ده والله يا خالد بص طبعا هو الشوط كان سيء للزمالك بس انا دايما بقول المبررات بتاعت في لعيبه بتبقى مسؤوله عن الاداء في اتنين كانوا مهمين جدا جدا او ثلاثه مش موجودين في التشكيل ناصر ماهر الجزيري خلاص معلش برضو الزمالك زيزو باين ايوه زيزو والجزيري وناصر ماهر الزمالك الكواليتي بتاع اللعيبه ما عندوش لعيبه كتير كويسه لا هو ما فيش لعيبه كتير زي ناصر ماهر لا ما انا يعني في مصر كلها لا بص يعني اللي هو لعيب بيعرف يمسك الكره في نص الملعب انت اتعودت على وجود بعض اللاعبين المسؤولين عن الاداء الفني لما تلاقي اتنين مهمين قوي بيلعبوا في نص الملعب الاثنين اذا كان زيزو او ناصر ماهر خلي الجزيري فيرود معلش انما
الاثنين دول لازم يأثروا على الأداء الفني. أنا واحد من الناس قبل الماتش قلت لك ماتش هيبقى صعب جدا 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 على الزمالك. ازداد صعوبة كمان بأن أنت فعلا ناصر ماهر ما لعبش، ما كنتش أعرف أن ناصر مش هيلعب. اتعور يعني فجأة. واخد بالك إزاي؟ فطبعا أما عدد اللاعيبة المسؤولين عن الأداء يقل بتخلي واحد زي عبد الله السعيد يلعب. عبد الله دلوقتي أنسب مركز يلعب فيه اللي هو في وسط الملعب وشه للملعب. اما لعب 10 كان وحش يعني، ما كانش باين دلوقتي. عبد الله احسن له يلعب في المركز ده. حصل تغيير لما عبد الله نزل تحت وابتدى الزمالك يلعب كوره، لكن الشوط الاولاني ما كانش مبرر بعد فعلا ما الزمالك جاب جون في الاول. بعد كده حصل هبوط في الاداء، فرقه سموحه راحت للجول كتير جدا، كانوا راحوا حوالي 3 او 4 مرات وكانوا في منتهى الخطوره. ولكن الشوط الثاني الاداء اتحسن بتاع نادي الزمالك، واستطاع بخبرته برضه في حاجه مهمه قوي يا خالد، لما تكون وحش تقدر تكسب. صحيح. فالزمالك حقق ده مع فرقه قويه. كابتن محمد، اقدر اقول لك الزمالك عرف يكسب وبين على الاداء رغم الغيابات. في ايجابيات كتيره جدا اذا كان عواد او حسام عبد المجيد، وده من فتره ما شفناهوش بالطريقه دي، بقى له فتره كبيره كويس قوي. ما زال نادي الزمالك بيعاني من الثغرات الدفاعيه اللي موجوده في الماتشات، فلازم يعالجها عشان الماتشات اللي جايه هتبقى اصعب واصعب. كابتن خالد، يمكن من الماتشات الوحشه لنادي الزمالك الشوط الاولاني بالذات، وليه اسبابه. لان انت لما بتلعب بجناحين على الاطراف لو ما قاموش بالواجب الهجومي بتاعهم اللي هو المظبوط، عمر ما هيكون ليك كثافه هجوميه ولا يكون عندك خطوره. بس يا كابتن ده كان بيوصله يعني، كان في تقريبا غياب لبعض اللعيبه في يعني في العوده للدفاع مع الفرقه. راحوا ده بيروحوا 4 انفرادات، وفي واحده طرائف عجائب فرقه سموح. في واحده طرائف عجائب بتاعه اللاعب الافريقي ده النيجيري ده، حط الكره في العارضه جت في عواد ورجعت في القائم وطلعت بره زي البنالتي اللي هو يعني بتاع رمضان صبحي. التوفيق يعني. بص الفرصه دي مهما العمق برضو حمزه وحسام. هي دي. بص يا كابتن، هي في العارضه دي، هتيجي في العارضه تيجي في ايه في عواد وفي القايه وبعدين يلاقيها. توفيق ده طبعا، توفيق وعدم توفيق. ولكن سموحه خلال الشوط الاولاني كل الهجمات اللي كانت خطر والفرص اللي جات لهم كان من العمق. صحيح. العمق برضو الوقفه ساعات حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد لازم يبصوا على بعض بشكل كويس جدا، بحيث ان القلب دايما يبقى مقفول، ما يبقاش في اختراقات كده تبقى بـ 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 بالسهوله اللي احنا شفناها. في نفس الوقت نادي الزمالك الاداء الهجومي اتاثر بشكل كبير جدا بالذات في الشوط الاولاني، لان شيكابالا ومصطفى شلبي كانوا بيرجعوش. لا مش حكايه ما بيرجعوش، انا بلعب جناح، كل مركز ليه مواصفات. صحيح. انا شايف مواصفات متطلبات مو متطلبات. مثلا شيكابالا ما يلعبش، شيكابالا دلوقتي ما يلعبش على الطرف. مش تاخد منه حاجه. لان ولا في سرعه ولا في اختراق ولا في. شيكابالا لو لعب تحت راس حربه ده انسب مكان بالنسبه له ان هو يقدر يلعب فيه. صحيح. انما يلعب على الطرف هتبقى عمليه صعبه. مصطفى شلبي معظم الاحوال بيستلم الكوره ويقف ويلعب الكوره ورا. لا، انت مش شغلتك دي، انت شغلتك ان انت تروح وتفوت مره بقى من بره الملعب، تضم على جوه، تخش على جوه، تعمل 1 2 مع راس حربه، تشوط على الجون. يعني كل دي حاجات ما كناش بنشوفها خلال الشوط الاولاني من شيكابالا ومصطفى شلبي. بص، كل الفرق اللي بتلعب قدام الاهلي والزمالك دايما بتبقى ايه، المدرب بيشتغل على تطويل الجيم معاهم وهو اللي يخطف. الراجل لسه بيبدا اول دقيقتين جون، فانت النهارده بتغير فكر المدرب اصلا. صحيح. فاشتغل على النواحي الهجوميه ونفع. ده بقى كان يعني كويس قوي. ايه كان كويس قوي. ايوه سموحه يعني كان كويس قوي فعلا قوي. لان هو برضه بيبقى عامل سيناريو يا خالد. فالنهارده ان هو يبدا الجيم من اول. وكمان ساعد. ان الزمالك مش كويس. لا ينفذك ان هو عنده فرص كتيره للباص، وفاهم قصدي يعني عنده فرص كتيره يعني خطا معاه وكوبري كمان يعني خبرات كبيره. حظه طبعا في كره زي، بس هو متكرر بيعملها كتير، لكن في النهايه مش حظه. لا ده اهمال، مفيش حظ، ده اهمال عملها مره. ده اهمال. ده هو الوحيد اللي يقدر يقول له كده، حسام اللي يقول له ده. لكن هو خبراته، كان على خبراته يعني. لكن في النهايه الزمالك كسب رغم السوء الاداء، عرف يكسب المباراه. ما زي الاهلي برده كسب في السوبر يعني في الشوط الاولاني اللي كان كارثي وكان سيء جدا بالنسبه له، لكن كان في مكتسبات. كان طاهر، محمد طاهر قدر يجيب لك جونين ويكسب المباراه والاهلي يرجع في الشوط الثاني. صحيح. وكان مصطفى شوبير لا اول هنا الشوط الاولاني الزمالك. الزمالك يعني رغم ان هو ضاع منه جوان كتير جدا جدا سموحه، لكن تماسك وعرف ان ما يخشش فيه جوان. طيب سريعا كده بس نشوف للحالات، حالات التحكيم
سريعا كده، كان في اكتر من حلقه انا من وجهه نظري ايه الزمالك ليه ضربه جزاء بتاعت مصطفى شلبي شفتها، بس انا ما عرفتش، مش مبرر ان هم يعدوهاش كويس يعني. انا شفتها، وفي طرد لعمر جابر من اول لعبه باينه يعني، هي من اول لعبه باينه طرد لعمر جابر، وفي من وجهه نظري قد يعني بنسبه اكبر انها تكون تسلل بتاع الهدف الثاني بتاع مصطفى شلبي. تعال نشوف الحالات، الثلاث حالات دول بالذات، الهدف الثاني بتاع شلبي فيها شك كبيره يا كابتن، هتشوفها بس ما نقدرش نحدد برضو للاسف. ما فيش حاجه للاسف، الخطوط ما اتحطتش، فيش خطوط يعني، انا مش عارف ايه المبرر يعني. ادي ادي بص، دي كارت احمر، دي كارت احمر تمام. دي اللي داس عليه دي كارت احمر تفرق بقى. بص هقول لك ليه، عارف قال لك ليه؟ قال لك عشان عمر جابر القوه والبتاع بتفرق، ما اعرفش ايه والقوه والتعاون. قال لك كعبه كان على الارض الاول، كعبه وغير ما بيبقى رجلك كلها فوق، فهمت قصدي؟ يعني الكعب الاول، كعب الرجل الاول على الارض وبعد كده، فبيقول لك القوه ما اعرفش ايه. خالد مش الحكم اللي قال لي كده والله، خليها انتماءات لا اهلي ولا زمالك. دي كوره في القانون طردت تمام، بس وانا موافقك. انا بقول لك يعني والله بغض النظر عن الحكام قالوا ايه، انا بقول لك الحكام قالوا ايه، انا فاهم عشان الحكام بيقول لك ان انت في فرق ما بتبقى داخل على الانكل برجلك كلها، وفي فرق ان انت حطيت كعب رجلك ودوست ودوست، فهمت قصدي؟ فبيقول لك القوه بتبقى اقل ومش عارف ايه الحاجه كده يعني. نسأل نيوتن. تعال نروح، تعال نروح للحاله اللي بعد كده. في هدف مصطفى شلبي الثاني وضربه الجزاء بتاع مصطفى شلبي. على فكره في حاله مشابهه ليها بس اقل قوه برضو، تدخل حسام حسن. ما سمعناش كابتن صلاح وكابتن احمد في الحاله دي ايه، وكابتن خالد يعني إيه؟ انا قلت طرد على فكره. لا طرد، عمر جابر دي ده انذار وطرد. طرد دي بقى، دي ضربه جزاء. بص 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 في ايد الشمال، ايد الشمال على فخذ، بص ايد الشمال خالد، هي اللعبه مش محتاجه عادي. رجلي كمان رجلي، وبعد كده الايد اللي فوق الثانيه، الايد اليمين الثانيه هتروح واخده الايد. بص بص لا وجنبه هو واقف يعني، بص واضحه جدا هو واقف جنبه. انا وجهه نظري من مش لازم الاعاده، هي ضربه جزاء لان هو لعب على جسمه فاختل توازنه، هو رايح بيها اصلا 1 2 رايح بيها. كابتن رايك يا كابتن خالد؟ طب بس اشوفها مره، هقول لك تاني عشان نشوف بس. بس خد بالك، انا عايزك تاخد بالك من ايد الشمال بتاع. بص لا سيبك من الايد، ما الايد بقى مفيش وفي رجل. لا في ايد يا كابتن، الشمال بتاع اللاعب اهي اهي عامل هنا من بطن اهي يا كابتن اهي. وبعد كده الايد اللي فوق، الايد الشمال في الاول على الفخذ وهو بيجري. رجل مصطفى شلبي ما خبطتش في رجله الثانيه في دي في الوقعه دي؟ هو كابتن لا بص يا كابتن، انا كابتن سموحه بص على الرجل، هو راجع وهو راح يغطي اوكي، خبط في شلبي من تحت وبعدين مسكه بايده. لا انا بص، انا الفيصل عندي في ايه يا كابتن خالد؟ الفيصل عندي في ايه؟ وانا بجري بيبقى توازني مش زي وانا ثابت على الارض. طبعا. فانا وانا بجري بحط ايدي وانا بطلع فخدي لقدام وبطلع برجلي قدام، انا حاطط ايدي الشمال بعطلك بايدي. تمام. فهمت اهي؟ بص شفت يا كابتن؟ يعني انا وانا بجري فرحت حاطط ايدي. تمام. فهي دي اللي عملت. سبب الوقعه ايه بقى؟ ايده؟ لا الايد الثانيه بقى. طب بص بقى على الرجل. طب بص ماشي، انا عايز اشوف الايد الثانيه بس. ماشي. الايد الثانيه دي، الايد الثانيه أيوة. اليمين بتاعه اللاعب هتعمل ايه وانا بجري؟ كمل 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 كمل. بص شفت الايد الثانيه عملت ايه؟ انا موافق. انت ايه رايك يا كابتن؟ مش ضربه جزاء؟ لا في دي مش ضربه جزاء، مش ضربه جزاء. خلاص تمام يا كابتن. نروح ل مصطفى بقى، عشان انت بتقول انا ما شفتهاش، بتقول اوفسايد. ايه احتمال اوفسايد؟ نشوفها بول. نشوفها ورايه هي. على فكره طبعا في وجود تقنيه الفار ما ينفعش يبقى لينا راي يعني. لكن في النهايه في العاب بيبقى فيها شك. اتفضل اتفضل وريني اللعبه سريعا. هي الشك فيها ان فضل واقف في التسلل، واقف في التسلل، واقف في التسلل لغايه ما الكره بتطلع بتطلع بتطلع. اول ما حمزه المسلوسي لعبها بدماغه ابتدت الناس تشوف بقى رجل طالعه، مش عارف كعب موجود كتف. فين كتف ما اعرفش ايه. فكل ده مش هينفع غير عن طريق تقنيه الفار طبعا. معانا الحاله يا رجاله؟ طيب هنحضرها حالا دلوقتي. لكن في النهايه سموحه يعني لعب مباراه كويس. كابتن انا ايه انا بجد والله يا فرحتي بسيراميكا وسموحه لعبوا مباراه كويسه وضيعوا 20 فرصه واتغلبوا. يعني ايه يعني؟ وفي واحد لعب مباراه وحشه قدام الاهلي والزمالك وتعادل. دي كوره خالد، دي كوره. ايوه كابتن برضو، بس انا في النهايه انا كمدير فني هل دوري ان انا العب ماتش حلو؟ ايوه ما هو المدير الفني اللعيبه راحت للجون 500 مره، هو مش مسؤول عن ان هم ضيعوا بالطريقه دي، هو مسؤول عن ان هو يخلق لهم فرص. لا هو شكلهم في الملعب، ادائهم، انتشارهم. أيوة بس ما يبقاش فيه خلاص اهي
راجع من اوفسايد اصلا. كمل هو راجع. بص احنا في كذا زاويه اصل دي ما تقدرش تحدد مليون في الميه. يعني في كذا زاويه هتجيلنا واحنا بنتفرج عليها ما كناش شاكين ان في اوفسايد اساسا, وبعد كده لقينا الحكم بيعيد اول خالص يا خالد. لا انا هجيب كذا زاويه. نكمل هات الحالات الثانيه بسرعه. ماشي, بس هنا السؤال ودي برضو مش هتبين اي حاجه. هي لازم اقول هي في اخر زاويه اللي هتبين. بس هنا السؤال يا كابتن هشام, يعني عدم وجود خطوط الفار ايه؟ لا ما دي كارثه. انا نويت عليها ان في كارثه. تسريب يحصل بتشيل وتعمل اقاله, كرات ما بتحسبش, فهتيجي على النهارده الناس بتبص على الاهلي والزمالك. سيبك انت بقى, مع احترامي طبعا للانديه الثانيه, هم بيبصوا دايما الاهلي والزمالك بتعمل ايه. وده غلط, لان انت النقطه اللي كنت بتتكلم مع كابتن صلاح وكابتن احمد دلوقتي ان هي كوره في النهايه, ان انا اعمل مباراه كبيره واتغلب. لا, انت وفر لهم الحمايه وهم هيكسبوا. رحت سالت انا لجنه الحكام يعني والناس المسؤوله واللي بتدير اللقاء دوت, قالوا لنا ان الاوبريتور ما بعتش الصوره للمخرج فالمخرج ما نزلهاش, لكن سموحه طلع بيان على فكره, والاسماعيلي طلع بيان قال لك سموحه لو عايز يشتكي الهارد عليه الحاله بالخطوط. فقلنا يعني وصلنا مرحله ان الهارد عليه الحاله ويروح يشوف الهارد. طب خد حطها لنا على الشاشه. نطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا. تعالوا نروح سريعا كده لحاله التسلل بتاعت مصطفى شلبي اللي كان فيها شك انها تسلل. اهي يا كابتن, اهي بالظبط اهي. برايك يا كابتن دلوقتي؟ انا ما شفتهاش في الماتش بصراحه. ما خدش بالي خالص ولا انت؟ كده اوف سايد, كده اوف سايد. حتى لو جيت قست الرجل اللي تحت دي مع من تحت لغايه الكتف بتاع مصطفى هو بعيد خالص عنه. ما برضه يعني فيها شك فيها, بس انا في الماتش ما شفتهاش تسلل. كابتن احمد, لا انا ما اقدرش احكم. ما تقدرش تحكم؟ لا ما اقدرش احكم. كابتن هشام, هي صعبه يعني ممكن تكون على خط واحد بس. صعبه ممكن. كابتن خالد, لا تسلل فيها حته بس هي صعبه. انا الصراحه يعني انا ما بحبش احكم على تقنيه الفار, بس انا حاسس انها تسلل يعني احساسي. لا هي انت لو في خطوط يعني هي اقرب للتسلل انها تكون بالحكم بالكوره. ايه بالكوره؟ لازم كانوا يحطوا الخطوط. صحيح. نروح لبتروجيت وفاركو, الفريق الوحيد اللي صاعد اللي قدر اول اسبوعين ما يتغلبش, يعني اتعادل ماتشين ومع فرقتين كبار. مع مودرن بتروجيت. بتروجيت مودرن. مودرن سبورت. لا ما هو مع فرقتين كبار, هو اتعادل مع بيراميدز اول ماتش. أيوة. واحد وكان كسبان واتلغى له هدفين يعني هم تسلل. وكان افضل بس وكان اخطر يعني. افضل ده افضل. ده الماتش ده انتهى 1-1 يا جماعه. كان مودرن متقدم 1 وبعدين هم تعادلوا. بس دي مودرن اتقدم اهو في النتيجه. رايك يا كابتن احمد في اداء سيد عيد وبتروجيت لغايه دلوقتي؟ زي ما صلاح قال, من افضل الفرق اللي بتقدم كوره. كابتن صلاح, انا مع احمد فرات يعني هم كانوا مفاجاه ليا في ايه؟ ان اول ماتشين بعد الصعود فرقتين جامدين وكبار ويتعادلوا وبيلعبوا بحريه, يعني الكابتن سيد مديهم نظام في الملعب وعندهم حريه. انا اتمنى ان هم يكملوا كده رغم ان هم يعني انا اعتقد مفيش اسماء كتير, يمكن هو متعمد. ده انا عندهم لعيب اسمه بدر موسى. ده اللي جاب الجون. بقول وخد مان اوف ذا ماتش, وعلى فكره ولعب الماتش بيراميدز قدام بيراميدز عالمي. علي زعزع دربكه دفاعيه وجابوا التقدم. لكن هم لو كملوا كده ان شاء الله يبقى ليهم, ممكن يعملوا زي زد. كابتن خالد, لا اداء كويس قوي بتروجيت وعاملين ماتشين مستوى فني رائع, واهم ما يميز فرقه بتروجيت ان عندهم لعيبه كتير تتميز بالسرعه. رتمهم سريع في اللعب, في سرعات, وسيد عيد بيستغل السرعات دي بشكل كويس. كابتن هشام, لا كابتن سيد عيد عامل فرقه كويسه جدا. لا وكون ان هم يكونوا مغلوبين ويرجعوا دي جامده جدا طبعا. لا هو فرقه كويسه, هو هي فرقه كويسه فعلا. هدف جميل ده, اشتغل معاهم كويس جدا جدا. واللي ساعد كابتن سيد عيد وساعد الفرقه انك اول فرقتين من غير جمهور,
فبتلعب مباراه يعني ما فيهاش ضغوط يا كابتن. صح طبعا صح. طيب تعال نروح لام بي وبيراميدز، مباراه برضو بيراميدز في استاد بتروس كورت على ملعب ام بي، فوز بيراميدز 2-1. كابتن احمد انا حاسس ان ام بي السنه دي يعني السنه اللي فاتت كان عامل نتائج، ومفروض ان هم يعني زادوا خبرات بقى اللعيبه دي وبتاع، بادئ وحش قوي سواء في الماتش الاولاني او الثاني، بس على فكره بيأدوا كره كويسه برضه. إيه؟ بيأدوا كره كويسه يعني يعني بيراميدز بتاع ده ام بي فرقه كويسه واخد بالك ازاي، انما طبعا بيراميدز عندهم الاسماء الاعلى واخد بالك، وطلع لنا القطه ده اول مره قطه راح جايب جولين في الماتش ده، ولعب لعيب جيد جدا اضافه للعيبه اللي موجوده طبعا، فهي نتيجه منطقيه. بس بس اسيست حلو قوي مصطفى فتحي طبعا صراحه يعني. طبعا قطه جاب جولين، وهو على فكره لعيب كنت انا شايفه في المنتخب الاولمبي ولعيب جيد جدا ما كانش واخد فرصته، ابتدى يبقى له ظهور هجومي كويس قوي مع فرقه بيراميدز. على فكره مصطفى فتحي يا نهار ابيض على الكوره دي، اتحسب التسلل على فكره صحيح. بص بص الكعب ده مصطفى فتحي، على فكره مصطفى فتحي عقده بينتهي بنهايه الموسم برضه يا جماعه، وفي كلام انه هيرجع الزمالك. رايك يا كابتن لو مصطفى رجع الزمالك؟ لا مصطفى من اللعيبه كويسين هيبقى اضافه لنادي الزمالك في ظل كمان النقص العددي اللي موجود في نادي الزمالك. وشيكابالا ممكن مع نهايه الموسم يعتزل، هو كان قال كده شيكابالا مع نهايه الموسم هيعتزل. على فكره الهدف ده من احلى الاجوان في حته التحرك وتغيير المراكز يعني صحيح. انت من هنا قطه كل لعيبه بص من هنا بكعب هنا راس الحربه حطوا لي الجون ده بقى جناح يمين بقى جناح يمين قطه بقى راس حربه ومصطفى فتحي بقى هاف باك صحيح. فشوف تبادل المراكز وتغيير المراكز، وهو على فكره ده اول مره يعتمد على مصطفى فتحي كلاعب اساسي، بقى له 3 ماتشات بيقعد احتياطي، عمل ماتش كويس قوي كان كويس قوي. وبعدين قطه بالنسبه للقطه برضو قطه اساسه النادي الاهلي، يعني قطه كان من ناشئين النادي لا والله الأهلي. امال ايه قطه من ناشئين النادي الاهلي، يعني قطاع الناشئين في النادي عندنا قطه كان مواليد 2002 عشان كده ما استعنوش في تقنيه الفار متاسس كويس يعني ايه عشان كده ما راحوش لتقنيه الفار في ضرب الجزاء يا جماعه صح ضرب جزاء زي بتاعت المحله علي فوزي حلو قوي تمام. نروح للماتش اللي بعد كده، في ماتشين بسم الله ما شاء الله من احلى الماتشات، بنك الاهلي وفاركو 0-0 والمصري بورسعيدي والجونه 0-0 وهم كل الماتش كلهم 0-0 لا هم الماتشات يعني ايه ما كانتش كويسه كده احلى احلى منين انت بتتريق انا في الماتش المصري ده قوي ما والبنك الاهلي لا ماتشات ما كانتش على المستوى يعني حتى كمان كانت في ندره في الفرص يا كابتن ايوه انا بقول لك ماتشات مع اني كنت متصور مثلا علي ماهر وطارق مصطفى كره القدم هتبقى هجوميه بس شفت الكره دي شوف الكره دي والنبي كده يا بنت اللذين هي نتيجه طبيعيه يعني عمرو ناصر ده بص هو فاركو بدا كويس يا خالد يا ابن اللعيبه على حارس المرمى يعني وفي النهايه ما حدش عارف يكسب يعني خايفين من بعض انا خايف انا خايف وان شاء الله هنحسها ان كل واحد او كل غير الاهلي والزمالك وبيراميدز يعني يفصل العشر الاوائل على الاخيره ان انا وكل التفكير في الماتشات الاولانيه مش مهم اطلع 0-0 او واحد تعادلات كتير ما بتديش متعه للكوره انت اشتغلت في الدوري ده السنه اللي فاتت في الدوري المحترفين طيب نروح للمصري بورسعيدي والجون المصري بعد ما كسب الماتش الاولاني امام طلائع الجيش بعد ما اطرد اسلام محارب في الدقيقه 21 قدر يجيب جونين ويعني والجمهور وبقى والامل وبيلعب في استاد السويس قريب من جمهور بورسعيد والجمهور موجود ما عرفش يكسب هذا اللقاء والجونه مع لاعب عيال بيدافع ال 90 دقيقه عشان كده دي نمط علاء عبد العال هو التجميع عايز يجمع عشان ما ينزلش طبعا وفي الاول ان الدور الثاني بيبقى صعب شويه فبيقول لك انا اجمع اكبر عدد من النقاط في الدور الاول هو مش معلوش طموحه ياخد دوري ولا يخش في مربع الذهبي طيب تعال نروح بقى الاسماعيلي الاسماعيلي طبعا يعني القيد بتاعه مقفول اهم لعيبته مشوا عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي غير بعض اللعيبه اللي انتهت عقودها ومشوا برضه ورحلوا عن الفريق ف كابتن كان منهم باهر المحمدي اللي بيلعب في المصري كمان من السنه اللي فاتت كابتن خالد ده اوفسايد انا خايف على الاسماعيلي طبعا وانا معاك يعني احنا نادي الاسماعيلي بيمر بظروف صعبه جدا من ناحيه ايقاف القيد ومن ناحيه لعيبه كتير زي ما انت قلت لعيبه على مستوى عالي مشيت وسابت الفرقه وما حصلش احلال وتجديد لان ما فيش
مفيش قيد. فطبعا نادي الاسماعيلي ظروفه صعبه وهيعاني، ولكن نتمنى عشان نادي الاسماعيلي ده معزته عندنا غاليه جدا، نتمنى ان هو يقدر ان هو يمشي كويس ويقدر يستمر في الدوري الممتاز. بس الموضوع صعب. طبعا موضوع صعب، لان طبعًا كمان ده هم في البدايات المفروض يكونوا لسه فايقين وحماسهم موجود، مفيش اصابات، مفيش انذارات، ما عندهمش سكواد، ف مفيش مشكله كبيره جدا. ده الهدف. كابتن صلاح، شوف هو مازال بقى له 3 4 سنين في الحاله دي، بس كان عنده لعيبه احسن. ما بيبيع الثلاث سنين اللي فاتت انت بتقول بيبيع كويس ويقول لك انا معذور انا عايز فلوس غصب عنه. فالتوازن بين ان انت تبيع لعيبه كويسه وتصرف على الفرقه وما تجيبش، تعرف لو في قيد مفتوح ممكن يجيب. صحيح. لكن كل اللعيبه دي اعتقد تحت مش تحت السن، يعني احنا بنقول شباب. صحيح. فما عندوش النجم اللي يقدر يكسبه. تعال نختار مع بعض كده احلى هدف في الجوله دي. احنا يعني الجوله دي ما كانش فيها اهداف كتير، يعني الجوله الاولى كانت اكتر اهداف، بس الجوله دي ما فيهاش اهداف كتير. يعني ده اول هدف معانا. لا الثاني. لا بتاع قطة التانية. بتاع قطة التانية. حاجة ده الأولاني هم اختاروا. هم في هم عامة هو هنجيب التاني دلوقتي. يعني هنجيب 6 أهداف بقى، نجيب التاني برضو. بس بص اللمة بتاعت مصطفى والأوفر بتاع بصراحة وسع هدف جميل برضو. وسع لنفسه. يعني بص الكورة بقى بيجي الشمال. بص بيلعب كورة شمال. هو عنده مشكلة واحدة بس، مزاجي. أيوه بالظبط. دي مشكلة مصطفى. ده كابتن الهدف التاني أهو. برضه ده جون حلو. ده بدر مين ده؟ ده بدر موسى. بدر موسى. بتروجيت. بتروجيت. جون حلو. تسديده حلوه من بعيد. اصل احنا ما بقاش نشوف التصويبات دي ايام، من اول ما من ايام كابتن خالد جدال لما اعتزل وهشام حنفي بعديه. لا كرة حلوه. كرة حلوه. انا عاجبني الجون ده قوي. الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري ده برضه التحرك والباص والرفعه من لمسه واحده والتكمله، يعني عاجبني جدا الجون. ماشي. لا انا نختار في الاخر، يعني هنشوف كل الاهداف ونختار في الاخر طبعا. كريم الديب. بص بس كام واحد معانا؟ كام واحد يعني؟ ده 4-1. ما بص المدافعين بيبصوا على الكوره. المدافعين مشكلتهم ان هم باصين على الكوره بس ما بيبصوش على المهاجم. كانوا بيعلمونا نص الكوره ونص المهاجم. لان المهاجم هو اللي هيجيب الجون. وبعدين 4-1. لو واحد يمسك واحد يغطي خلاص. وده سيراميكا. ده حلو برضه. ده بتاع ايه؟ مين كان دوزر؟ سيراميكا. بتاع سيراميكا. بس الفينش وحش. الفينش وحش. لا فينش والله فينش وحش قوي. ده كرة جت عدت من تحت ايد ده احمد عادل عبد المنعم. ايوه لا بس بس هي مزنوقه عشان بص هو هنا بص يا كابتن لما الترقيصه تحضينه. بص اهي بص عدت ازاي يا كابتن. بص ايوه ده لقاي. من تحت ايد. من تحت ايد. نروح للهدف الاخير معانا. طهر. بص التحويله من بعيد طبعا متمرنين عليها، بيوقف بيلم بيبصيها بياخدها بشماله بيروح بيتحرك طاهر بيرجعها لورا بيشوطها. خالد اوفسايد. لعب جماعي يعني اوفسايد. كابتن هنا الميزه فيها خالد بس ان دايما الكرات اللي زي دي لما انت بتعدي هي الظروف خدمت طبعا هنا ان الكره طاهر وهو بيلعبها مشيت مع عمر كمال لما راح الطبيعي بيلعبها احلى هدف من الخمسه دول. احلى خمسه انا شايف الاتحاد والاهلي. الاتحاد والاهلي كابتن. لا انا بيراميدز. بيراميدز اللي هو قطه. كابتن الهدف الثاني بتاع بيراميدز بتاع قطه. بتاع قطه. اللي انت ما جبتوش اللي انت اللي هو بتاع بتاع قطه الثاني. ايوه ده احلى هدف بالنسبه لي. انا هروح لبدر موسى بقى. راجل غربان ولسه بادئ اهو. بادئ اهو 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 هو ده. لا اللعبه من اولها. من اولها بقى هاتها من اولها بالكعب يعني. من اولها. ده بالنسبه لك احلى هدف يا كابتن محمد؟ اصل في حاجات كتير. اهي ادي الكعب. شوف تبادل المراكز. بص ده بقى وينج رايت ووطه بقى راس حربه ولعبها بالعرض وده الزحلقه. شوف الزحلقه. لا يعني جون حلو في كل حاجه. صحيح. في كل حاجه. صحيح. طيب نروح ل افضل تصدي لحارس مرمى. نشوف افضل تصديات بسرعه كده يا جماعه. يلا بقول لك بتاعت المحله بس مش عارف مش محطوطه. هنشوف اهي المحله وبيتر. بص التصدي ده. بص ادي واحد ادي اثنين بس من قدامه صح؟ ده البنك الاهلي وفضل. البنك الاهلي؟ مثلا ده برضو دي صعبه جدا بدي كريم الديب برضو. دي كانت كريم الديب. حرس الحدود ده الزنفولي على فكره. الزنفولي. وكمان اترمى عليها ووداها بعيد صح برضو. ده مين ده؟ ده جاد. ده في ايده في العرض تقريبا. في العرض. في ايده في العرض. اهي
لا في العرض في العرض لا 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 في اليد وفي العرض خفيف كده تاتش خفيف اه في اليد في العرض وات ايفر يبقى احلى تصدي العرض انت دخل في العرض على طول العرض على طول انت جايبين لي تصدي للعرض لا العرض كويس احسن لا لا في العرض اه في العرض ده عود دي تختار اني واحده كابتن دي عود دي كان لازم اجيبه عبد عواد ايه عواد على فكره هو اللي كان الوحيد اللي في الماتش ده عواد وكان حسام ودي كويسه كمان لا انا مش دي انا عايز عبد يحيى في الشوط الثاني كابتن صعبه جدا جدا دي كويسه والله. صعبه جدا جدا دي يعني ده ما شاء الله يعني طلعها من تحت ال شعبان يعني دي انت شعبان هو شعبان لا شعبان. ده في واحده جامده جدا خالد صعبه جدا يعني. عبد يحيى ولا انا تعال عندنا ثلاث لقطات اختاروا لقطه الاسبوع منها تعال نروح لاول لقطه معانا يلا بينا يا جماعه او اول لقطه احمد شيخ ما رضاش يحتفل عشان هو كان بيلعب في دي لقطه دايما بنشوفها صح في المحل كان بيلعب في المحل كان بيلعب في المحل قاعد يعيط على فكره قاعد بيبكي احترامه طبعا للبلد اللي فيها والمحله وفريق محله كبير فاكيد لقطه معبره ده النادي المصري بورسعيدي دي التميمه اول ما نزلت اتعادلوا بس دي نتيجه مش متوقعه بص يا مصطفى شلبي الثلاثه اللي اتحبسوا ايوه والله ما هي كده اهو ما هو ثلاثه وحالقين اهو جنب بعض انا احلى لقطه جنب اللقطه دي حلوه الثلاثه جنب بعض انا وانا برضو والله العب واحد وبتاع انت ايه يعني لو كده انا عارف يعني انت ايه اه حلو انا لقطه طبعا ما انا الاخيره دي حلوه طبعا الاخيره دي تعال نروح اخيرا لتشكيل الاسبوع وبعد كده المان اوف ذا ماتش في التسعة يلا سريعا ده تشكيل الاسبوع يا جماعه تشكيل الاسبوع ال 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 معانا احنا الورقه بتاعتنا محمد شعبان في حراسه المرمى سلام يغش حسام عبد المجيد عبد الغني وعمرو السعداوي عمر كمال قطه مصطفى فتحي محمد عادل طاهر محمد طاهر ناصر منسي لاكاي احتياطي جنش بن حموده احمد الشيخ علي زعزع بدر موسى سيد عيد هو سيد عيد اخترناه المدير الفني بتاع الاسبوع يا كابتن كلنا قلنا كده قبل ما نعرف كلنا قلنا حطينا المان اوف ذا ماتش طيب خلاص شكرا جزيلا طبعا لكل مشاهدينا المحترمين وشكرا جزيلا لضيوفي الكرام كابتن خالد جدالة شكرا جزيلا كابتن خالد شكرا يا كابتن خالد شكرا يا كابتن محمد شكرا لودا شكرا كابتن احمد نورت وشرفت يا كابتن كابتن هشام نورتنا يا كابتن هشام بكره يا جماعه هيكون معاكم المونديالي كابتن جمال غندور وهيكون ضيفه الكابتن عصام عبد الفتاح بكره حلقه خاصه عن التحكيم المصري كابتن جمال هو المقدم وكابتن عصام هو الضيف اشوفكم انا شخصيا بعد بكره بشكر فريق العمل ورئيس التحرير والاخراج والبروديوسر والمصورين اشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره في استاد المحور مع كابتن جمال غندور وكابتن عصام عبد الفتاح تصبحوا على الف خير